السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي أول محاضرة لينا في كورس Structured Programming, Principles of Programming, Programming Fundamentals. كل دي أسماء لنفس الكورس, وإن شاء الله Programming Language اللي هنكود بيها أول كورس Programming, First Programming Course, هي C++. ده التكست بوك اللي بنشتغل منه, اللي هو Starting Out with C++, الناينز اديشن, ودي اخر اديشن, ودي الباوربوينت برزنتيشن اللي جايه مع التكست بوك نفسها. اول شابتر 1 هيبقى عندنا النهارده, هنتكلم فيه انترودكشن تو كمبيوترز اند بروجرامينج. المفروض ده بيبقى اول كورس للبروجرامينج حضرتك بتدرسه, وبالتالي هتلاقي بعض الكونسبتس او النوتيشنز اللي هي بنعمل لها جاست ريفيو, بتبقى خدت منها أجزاء مهمة أو عارف بعض الكونسبتس دي أو الديفينيشنز دي في كورس الانترودكشن تو كمبيوتر ساينس أو كمبيوتر ساينس فاندمنتالز, اللي هو كورس الانترو اللي بتدرسه في أول ترم في كليات الحسابات. أول حاجة هنتكلم عنها واي بروجرام, ليه البرنامج؟ واي بروجرام, يبقى لازم نفرق ما بين الكونسبتس الآتية: إيه هو الكمبيوتر؟ إيه هو البروجرام؟ إيه هو البروجرامر اللي المفروض تبقى أنت حضرتك دي يور جوب او يور مين تاسك, انك انت بتاكت از بروجرامر. طيب اول حاجه الكمبيوتر, الكمبيوتر او البي سي او اللابتوب اللي قدامك او اللي معاك, وات از ا كمبيوتر؟ ده بنقول عليه له اسم تاني واسم ساينتفك علمي, ماشين. ماشين طبعا حضرتك بتستخدمها انت وزمايلك بالذات في القرى والحتت دي, يقول لك ايه, انا خدت الماشين بتاعت المكنه بتاعت اللي هو الموتوسيكل الموتور بايك. لكن عندنا في البروجرامنج الماشين هنا المقصود بيه البي سي او الكمبيوتر او اللابتوب. طيب ما نيجي نعرفه عباره عن ايه, this a programmable machine designed to follow instructions. يعني ايه الكلام ده بمنتهى البساطه؟ هو عباره عن اله, الاله دي متصممه انها قابله للبرمجه, واهم حاجه انها بتفولو الانستراكشنز اللي انت بتقولها لها تعمل ايه او تنفذ ايه. عشان كده نقدر نقول ان البي سي او اللابتوب او اي ماشين عندنا without software بتبقى stupid machine, حتة حديدة ملهاش اي معنى, او حتة بلاستيك ملهاش اي معنى. يبقى اللي بيخلي للماشين دي value قيمة او بيخلي لها معنى هو مين؟ البروجرامز والسوفتويرز اللي عليها. تمام, ده الكمبيوتر. طيب what is a program or what is a software؟ هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ده مجموعة الـ instructions, هو عبارة عن instructions in the computer memory to make it to do something. اللي to make it to do, مين اللي it to do something؟ هي الخلاصة البروجرامز دي حبة أكواد, حبة instructions, حبة commands. مين اللي بيكتبها؟ حضرتك. حضرتك مين اللي هو البروجرامر؟ خلاص, بتكتبها فين او بتتحمل فين؟ بيحصل لها loading in the computer memory. ايه الكمبيوتر memory دي؟ اللي حضرتك خدتها في كورس الانترودكشن, اللي هي الرام وليس الروم, اللي هي random access memory. طيب وبعدين الحتة دي مهمة في الفيلم؟ اه طبعا مهمة جدا. instructions دي بيحصل لها loading فين في الكمبيوتر memory؟ اللي هي مين؟ الرام. ليه؟ ايه يعني بعد ما احمل instructions هبتدي هنفذها line by line او step by step to make it do something, عشان تخلي الكمبيوتر ده يعمل حاجة معينة او بتعمل تاسك معينة. هو ذا بروجرامر, مين البروجرامر؟ A person who writes the instructions. مش عاجبك كلمة instructions شيلها وحط commands, مش عاجبك دي writes the code. اللي هو ايه اللي مش فاهم الكلام ده؟ اللي هو البروجرامز. يبقى ده هو اللي بيكتب ده عشان يتنفذ على ده. شايفين السيكونس؟ A programmer writes a code او writes a software to be run on the computer. شفت ريليشن شيب ما بين الحاجات دي كلها؟ يبقى البروجرامر هو person who writes instructions اللي هي البروجرام to make, عشان يخلي الكمبيوتر perform a specific task, يقوم بتاسك معين. في مقولة او wisdom بتقول without programmers no programs, مش هيبقى في no programs او softwares, without programs, بدون برامج اللي بيكتبها البروجرامر, a computer can't do anything, ما يقدرش يعمل اي حاجة في الدنيا. عرفنا مين محتاج مين محتاج مين؟ طيب نكمل. كمبيوتر سيستمز, اول ما نتكلم على ده, وده الكلام ده خدته قبل كده في كورس الانترودكشن, بيتكون consists of hardware and software. تمام,
الهاردويرز الأساسية اللي في قلب الكمبيوتر سيستم أو المودرن كمبيوتر سيستم اللي عمله العالم العظيم نيومان، اللي هو إيه؟ CPU which stands for Central Processing Unit، Main Memory مقصود بيها RAM، Secondary Memory اللي هي المقصود بيها كل الـ Storage Devices بأنواعها، DVD، Hard Disk، CD، What else، Flash Memory، كل دي، SSD، Input Devices و Output Devices. دي المين كاتيجوريز الأساسية اللي عندنا وهنشوفها بالتفصيل. طبعا اللي في النص ده هو مين؟ هو الـ Core of the PC، هو المركز بتاع الـ PC اللي هو بيتكون من مين؟ البروسيسور اللي هو السنترال بروسيسنج يونت، وفيها رامات سوري اللي بلود فيها الانستراكشنز في الميموري او الاوامر او الكوماندز بتاعتي اللي المفروض الكمبيوتر ينفذها. تمام، تحت هنا ات ذا بوتوم في السكندري ستورج، وحاطط طبعا اكزامبل لكل حاجه، مش كل السكندري ستورج، حاطط من الهارد ايه ديسك. تمام، لكن ممكن تحط هنا الاس اس دي، ممكن تحط الفلاش ميموري اند سو اون. اون ذا ليفت هاند سايد على الشمال السنترال بروسيسنج يونت، عندي بقى ايه؟ كل الـ input devices. on the right hand side كل الـ output devices. مثال ايه للـ input devices؟ زي ما انت شايف بقى، ناخدهم من التوب ليفت، ديت الايه الكاميرا، دي input ولا output؟ اه، ما هي بتكابشر الصورة وتدخلها على الكمبيوتر فبقت input. الجويستيك، دراع الاتاري اللي انتوا بتلعبوا بيه، مش حضرتك بتدوس على كيز معينة، يبقى بت input لمين؟ للجهاز، اوامر معينة. الكيبورد طبعا، ودي الستاندرد input. عندنا السكانر لما تعوز تسكان صورة او ديكومنت مستند معين. عندنا الديجيتال كاميرا بتوصلها بالكمبيوتر عشان تحول عليها او تدخل على الصور اللي انت عملت لها كابشنج بالكاميرا دي. ايه تاني؟ دوت اللي هو مين؟ البلوتر او الرسام، او التاتش باد اللي هو الديجيتايزر اللي ببتدي اكتب عليه. تمام، كل دي واكزامبلز لمين؟ للانبوت ديفايسز. تمام، سوري يا جماعه، البلوتر ده اللي هو البرنتر اللي بطبع عليه، لكن ده ديجيتايزر او درور اللي هو رسام ببتدي اكتب اي نص او تكست وببتدي اقطع عليه زي اللي معايا دلوقتي وبشرح بيه ده دلوقتي. ده كده بكتب على الباده بتاعته، بيبتدي ينقل الايه التكست دي لحضرتك. لكن البلوتر ده انواع من انواع البرنترز وليس انبوت ديفايس، ده اوتبوت ديفايس بطبع عليه الخرائط الخاصه بالمهندسين والمساحه والكلام ده كله. طيب وات از ذا اوتبوت ديفايسز؟ ايه الاوتبوت ديفايسز؟ السكرين او المونيتور او الديسبلاي، كل دي ايكوفالنت نيمز بعضها. البرينتر او البلوتر، خلاص ايه فرق البرينتر عن البلوتر؟ البرينتر دي بطبع عليها الديكومنتس بتاعتي المستندات البسيطه اللي هي الاي 4 او الاي 3 اقصى حاجه، لكن البلوتر اللي هي برينترات كبيره تبقى حاجه كده بسم الله ما شاء الله كده خلاص، وبتطبع بتطلع ايه خرائط كبيره اللي فيها الرسومات الهندسيه والحاجات دي كلها. والسبيكرز ده اوت ديفايس اللي هو بيطلع مين؟ الصوت. نكمل سنترال بروسيسنج يونت اللي هو بقى اول حاجه خالص اتكلمنا عنها، دي بتتكون من ايه؟ حاجتين اساسيتين، تو يونتس، سي يو كنترول يونت و ال يو اسيماتيك اند لوجيك يونت. واتس ذا ديفرنس؟ سي يو من اسمها كنترول يونت، هي اللي بتتحكم، دي بت ايه؟ بتريتريف ذا اند ديكود ذا بروجرام انستراكشنز، هي المسؤوله. شايف بص انها بتسترجع وبتديكود، يعني بتفك شفر كود، يعني يكود اللي هو يشفر الحاجه، ديكود يفك شفرتها، زي اسمه برضو مين؟ الاجهزه اللي عند حضراتكم في البيت اللي هي الريسيفر، له اسم تاني علمي، اه ديكودر، مش اسمه كودر خالص، لا يمكن يبقى اسمه ريسيفر كودر، لكن ايه ديكودر؟ ليه؟ عشان بيستقبل قنوات وبيفك تشفيرها، ولا عارف بيستقبل قناه سي الاولى على ايه، الثانيه على ايه، المصريه على ايه، دريم على ايه، فبيفك شفره كل قناه، فعشان كده الريسيفر ايكوفلنت اسمه ليه ديكودر. نفس الكلام السي يو دي المسؤوله عن بالديكودز، بتفك شفره او بتاندرستاند البروجرام انستراكشنز، الاوامر اللي انت كاتبها بروجرامنج لانجوج دي وتبقى سي بلس بلس جافا اي حاجه تبتدي تفهم. طيب وات ايلس؟ لانها بقى سي يو يعني انها كنترول يونت، وات از ذا مين تاسك اوف ات؟ coordinates بتنظم بتorganize بتarrange الactivities and all other parts of the computer. نظم علاقات ده بده، مين يبعت لده، مش هيس. طيب ال arithmetic and logic unit، ال arithmetic and logic unit زي ما حضراتكم شايفين هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن unit متقسمة ال arithmetic and logic. arithmetic جاية من لا مقصود بيها الارثماتيك اوبريشن اللي هو اديشن سبتراكشن ملتبليكيشن ديفيجن، يبقى هي دي اللي بتقوم بالعمليات الجمع والضرب والطرح والاسم وما شابه ذلك.
طب ليه سميت لوجيك وبتقوم بالعمليات المنطقية؟ ايه هي ليه عملية الكومبايزون؟ يعني اقارن ما بين تو كوانتيتيز، هل هما ليس زين جريتر زين ليس زين او ايكوال جريتر زين او ايكوال، اللي هو اقل من اكبر من، اقل من او اصغر، اكبر من او بيساوي، and so on. طيب السي بي يو اورجانيزيشن، التنظيمه بتاعتها والتو يونتس دول موقعهم ايه من الاعراب؟ اهم زي ما حضراتكم شايفين اهو، ففي انتجريشن ما بين الاثنين دول اللي هو التو يونتس، كنترول يونت والارثماتيك اند لوجيك يونت، والاثنين دول موجودين فين؟ في السي بي يو، سنترال بروسيسنج يونت، وهنا بيجي له انستراكشن از انبوت وبيطلع ريزلت ايه از اوتبوت. المين ميموري والمقصود بيها الرام اهو، ات از ا فولاتايل، اهي الرام اهي زي ما حضراتكم شايفين، random access memory. طيب اول فيتشر فيها او اول صفه فيها انها او بروبابيلتي فيها فولاتايل. فولاتايل يعني ايه؟ يعني ما بتحتفظش بالداتا لفترات كبيره. ليه؟ وانس حضرتك مثلا كنت مشغل على البراوزر بتاعك مجموعه ويب سايتس، جوجل، على مش عارف، على ياهو، على جيميل، على يوتيوب، على فيسبوك، على كل ده، وفتح سوفت ويرز وفتح فيديو ميديا بلاير على فيديو اند سو اون، حصل انك فجأة الكمبيوتر اتطفى نتيجة بقى باور فيليا، كهرباء قطعت، أي حاجة، المهم الكمبيوتر اتطفى، كل اللي في الرام ده راح، كل اللي في الميموري إيه؟ راح. وصلت الليلة دي؟ عشان كده كتير جدا ناس بتلطم وبتتضايق جدا أول ما الجهاز يحصل له باور أوف أو كهرباء تقطع، وكانت بتكتب في ملف وما كانتش عملت له إيه؟ سيف، حفظ، سيف على أي بقى ميديا، هارد ديسك، فلاش ميموري أو كده، يقول لي إيه ده؟ كل اللي كتبته راح، كل اللي عملته راح، أند سو أون. تمام. فعشان كده اهم فيتشر للرام انها فولاتايل. المين ميموري ديت از اريزد وين ذا بروجرام تيرمينيتس او ذا كمبيوتر از تيرند اوف، امتى بتتفضى او بتتمسح؟ لما بتقفل البرنامج اللي انت شغال عليه، او لما تطفي جهاز مين؟ الكمبيوتر. اولسو بيطلق على المين ميموري انذر نيم، وده طبعا الموست فيموس، رام، راندوم اكسس ميموري. تمام. طيب ايه الاورجانيزيشن بتاع الميموري دي؟ او لو حبينا نتخيلها، مهم جدا التخيل ده يا شباب، مهم جدا، هسيبه لك هنا اهو. اما تيجي تتخيل الميموري، بتتخيلها انها عباره عن ايه؟ مجموعه من السكويرز او مجموعه من السيلز، مجموعه مربعات او مجموعه من الخلايا، زي ما انا برسمها كده. طيب وبعدين كل سيل من دول، كل خليه من دول، كل سكوير من دول بتمثل لي 1 بايت. 1 ايه؟ بايت. ايه البايت ده؟ وحدة في قلب مين؟ الميموري الكمبيوتر. زي مين؟ زي الجرام والكيلو جرام والحاجات دي، كل دي وحدة أوزان حضرتك بتستخدمها في أشياء معينة. يعني على سبيل المثال، أما بتروح تشتري أي حاجة ذهب، ما بتقولوش 2 كيلو جرام ذهب، استحالة طبعًا. أما بتقول له إيه؟ جرام، جرام ونص. لو تطول على أسعار الذهب الحالية، تقول شعر الذهب، مش هتتأخر. تمام. لكن لما تروح تشتري اي نوع من الفروت او الفيجيتابلز او الخضار او الفاكهه بالكيلو جرام، صح؟ تمام. طيب نفس الكلام، الداتا عندنا، الداتا اللي هي يا اما بتبقى حروف يا اما تبقى ارقام، اللي هي الفابت يا اما نيوميريك فاليوز، بحطها في صوره مين؟ يونتس معينه خاصه بالكمبيوتر. اقل يونت اوف انفورميشن تو ستور الداتا هي البايت. خد بالك، هو في اقل من البايت؟ اه، بس ركز في كلامي ده، اقل يونت تو ستور انفورميشن ان ميمو هي بايت. يعني ايه الكلام ده؟ عشان امثل رقم 1 2 4 اي رقم راندوم، او ماينس 1 او ماينس 200 اند سو اون، او اي او بي او سي، سواء ده امثله او ده امثله، احطه في الميموري. معنى ايه؟ اعمل له برزنتيشن في الميموري، احطه في الميموري، استوره في الميموري. اقل حاجه هي مين؟ 1 بايت. ال 1 بايت بقى ده بيتكون من ايه؟ 8 بيتس. ايه ال 8 بيتس دي؟ ال 1 بت، البتاع الواحده، بتاخد قيمه من الاثنين، يا 1 يا 0، يا 1 يا 0، يا 1 يا 0. تمام. طيب يعني ال 1 بايت هو عباره عن 8 بيتس، 8 بتات، ايوه. واقل يونت، اقل وحده احتفظ بيها بداتا لها معنى، شايف الجمله دي؟ داتا هاز مينينج، اللي هو ايه؟ داتا معنى، يا رقم يا حرف، ماشي، هو ايه؟ 1 بايت. لكن لو قلت لك في بت عندي فيها واحد، وبت تاني عندي فيها زيرو، انا مؤكد، ها؟ معناها ايه ال1 ومعناها الزيرو؟ واحد يقول لي اون واوف، ماشي يا سيدي على انه راسي، ايوه، بتمثل لك حرف ايه؟ بتمثل لك رقم ايه؟ هتقول لي ما ينفعش، لا البت لوحدها دي لها معنى، ولا الزيرو لوحدها دي لها ايه؟ معنى. اقل حاجه 1 بايت هو ده اللي اقدر استور فيه داتا هاز مينينج، داتا لها معنى. طيب
فبيقول لك بقى الميموري دي او رام دي اورجانيز اسبيس بيت ودي سمولست بيس اوف ميموري، دي اقل قطعه في الميموري تقدر تجزأها وتقسمها، ودي تبقى هاز فاليو زيرو زيرو اللي هي معناها اوف او فولس، او 1 معناها اون او ايه او تو. البايت البايت ال 1 بايت 8 كونسكتيف بيتس، 8 بتات ورا بعضهم. بايتس هاف ادريسز، اهي البايتس دي بقى لها عناوين، وهو ده اللي انا عايز اوصل تاني. طيب انا الحقيقه مش هفوكس على البت قوي اللي هي اصغر، غير ان البت دي بتاخد فاليو يا اون يا اوف يا واحد يا زيرو، لكن اللي يهمني مين؟ البايت اللي هو عباره عن 8 كونسكتيف بيتس. وقلت لك الميموري بتاعتك ما بتتقسمش ان ترمز اوف ايه؟ اوف بيتس، ولكن ان ترمز اوف ايه؟ اوف بايتس. واضحه المعلومه دي؟ عشان كده ايه؟ دايما تلاقي الميموري ان ترمز اوف ام بي، ميجا بايتس، البي اللي هي الخفيفه بس الكابيتالايز معناها ايه؟ بايتس وليس بيت، ما بتتمثلش بام بي اللي هي سمول. وصلت؟ يبقى الام دي ميجا ميجا، والبي كابيتال دي معناها ايه؟ بايت، لكن البي سمول معناها ايه؟ بيت. طيب ممكن الام دي تشيلها وتحط جي تبقى ايه؟ جيجا بايت. وصلت؟ ممكن الجي دي وتحط مكانها تي اللي هو تيرا بايت. ماشي؟ يبقى اقل يونت في الميموري لها معنى اقدر احتفظ بيها يا فاليو اللي هو سواء كانت نمبر او كاركتر هي مين؟ البايت. كل بايت في الميموري، وده اللي يهمني، have an address to address، بيبتدي من ايه؟ من اول بايت، بايت 0، البايت الثاني 1 2 3 4 5 الى ما شاء الله. وكان البايتس دي الحقيقه التمثيل بتاعها اللي هو البايت رقم 1 2 بالهكسا ديسيمال، يعني تلاقي 0 اكس 2 3 4، ايه ده؟ ده ادرس هكسا ديسيمال. مهم قوي الكلام ده، تعرف طبعا في البروجرامنج مهم جدا انك تعرف الكلام ده. وات ايلس؟ نكمل الادرسيز العناوين. ايتش بايت ان ميموري is identified by a unique number known as an address. حلو قوي الكلام ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه في السلايد اللي فاتت. كل بايت في الميموري له او معرف ب يونيك نمبر، رقم احادي ما بيتكررش. ماشي؟ known as an address اللي هو ده الادرس. نقدر يا جماعه نرجع بس للسلايد اللي فاتت ونتخيل حاجه معينه. الرامات دي عامله زي الاوتيل الفندق، اما حضرتك بتحجز بيقول لك ايه؟ اتفضل يا فندم روم نمبر 8567. ايه ده؟ ده رقم الاوضه، او بمعنى اصح عنوان الاوضه. ينفع الاوتيل او اداره الاوتيل تدي رقم الاوضه لشخصين في نفس الوقت؟ استحاله. وصلت؟ فالرقم لازم يكون يونيك لا يتكرر. فكذلك الادرس بتاع البايتس دي، ما تلاقيش بايتين واخدين هابزا سي ادرس، تمام؟ يعني 2 بايت 0 او 2 بايت 1، لا لا لا، ده رقم يونيك زي بالظبط رقم البطاقه او الاي دي بتاع حضرتك. من يوم ما اتولدت في الشهاده بيطلع رقم قومي يونيك ليك انت بس، مش لحد تاني. ليه؟ عشان اما تحط في الادرس ده داتا تعرف توصل له بسهوله. اهو ده اللي كنا بنتكلم فيه من شويه. لو ما حدش متخيل من ميمو من الكلام ده، الراجل رسم لنا رسمه ظريفه. ايه ده؟ ليه مربع كبير ومربع صغير؟ عشان كده انا لما رسمتها لك رسمتها لك مربعات وبس، لا حطيت لك كبير ولا صغير عشان اللخبطه. وصلت؟ عشان مين؟ اللخبطه. هو معتبر المربع الصغير ده هنا في الرسمه دي هو ده الادرس، هو ده العنوان، يعني البايت رقم كام؟ خلاص؟ البايت رقم ايه كام؟ بايت رقم 0، بايت رقم 1 2 3 4 and so on لحد ايه؟ مثلا 29. سوري. طيب الفاليو بقى اللي جوه البايت ده، لو عايز احط كاركتر ايه مثلا او بي او سي اللي هو رقم او حرف كده، انا حطيت في البايت رقم واحد او الادرس رقم واحد كاركتر ايه. خلاص؟ طيب نبص كده في البايت رقم 16 في كام؟ 149. في البايت رقم 23 او العنوان 23 فيها فاليو كام؟ 72. بيقول لك في الفيجر ده the number 149 is stored in the byte with address 16، يعني دي القيمة تاني، ده الفاليو الفعلية اللي انا حاططها في البايت او مسيفها، وده مين؟ ها 16 ده مين؟ address، address مش قيمة، 16 دي address، والقيمة التانية the other value دي القيمة الفعلية اللي انا مخزنها is stored فين؟ at address كام؟ 23. يبقى خلاص، يبقى ده ادرس، اللي هنا ده ادرس، اللي هنا ده ايه؟ ادرس، لكن هنا في فاليو، هنا في قيمه؟ لا فاضيه، يبقى ده فاضي. كل دي بالنسبه لي رومز فاضيه في الاوتيل،
لكن دول كده ايه، اكيوبايد. ليه؟ فيهم قيم، سواء بقى كاركترز او ايه، ارقام او حروف. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. طيب سكندري ستورج، سكندري ستورج يا شباب، دي اللي قلنا مسلى الهارد ديسك، مسلى الفلاش ميموري، الاس اس دي، السي دي روم، الدي في دي، كل الحاجات دي كلها. طيب اولا هنروح كده حته كده، معلومه على جنب، هم اخترعوها ليه؟ طب ما نسأل سؤال تاني اهم، هو الكمبيوتر سيستم اخترعوه ليه؟ كام زمان بيقال لينا ان ايه، ان تم اختراع الكمبيوتر على كي يقوم بالعمليات الحسابيه المعقده باسرع وقت وبايه، وبقدره عاليه، والكلام اللي حضراتكم كلكم ايه عارفينه ده كويس جدا. لكن الحقيقه مش دي الحقيقه قوي. امال ايه؟ في حاجات تانية. ايه الحاجات التانية ديت؟ فعلي هما كانوا اخترعوا الكمبيوتر عشان يسيميوليت البني ادم، يسيميوليت البني ادم، الخلق بتاع ربنا. ازاي الكلام ده؟ يقول لك مثلا هناخد امثلة. الانسان بيشوف، ايوه، عنده ايه؟ عنده 2 عينين، 2 eyes. طيب الكمبيوتر ممكن اخليه يشوف ازاي؟ ان انا اركب له كاميرا او ويب كام، طبعا 1 او 2 مش هتفرق يعني، هي الفكرة الفيجن. طيب وبعد ما يشوف بياخد ديزيشن، خلاص يبقى انا هعمل اناليسز للصور اللي بيكابشرها ديت، وبيصدع اللي هياخد ديزيشن. تمام. في مثال لده روبوتكس اللي هم مخترعين. ما هو على فكره الكمبيوتر هو روبوتك، هو اي ديفايس في اي تي او في جزء انتليجنت، كلهم واحد. طب نكمل. غير الكمبيوتر بيشوف ايه تاني؟ الانسان بيفكر وعنده عقل، صح؟ طب ما انا ممكن اخلي او ابني في الكمبيوتر ده حاجه بتفكر وتبقى عندها عقل، اللي هو مين؟ البروسيسور. الانسان بيقوم بالعمليات الحسابيه، بيجمع، بيضرب، بيطرح، احط فيه مين؟ ارثماتيك يونت. الانسان بيقوم بالعمليات المنطقيه، بيقارن مين اطول مين اصغر، مين احط فيه الايه، اللوجيك يونت، يبقى الارثماتيك اند لوجيك يونت. طيب الانسان عنده ذاكره بيفتكر بيها، خلاص هحط له مين؟ رام. لكن عند النقطه دي وفشلوا. ازاي الكلام ده؟ كل فترة بنسمع عن بي سي جديد وبيزودوا رام فيه، صح؟ لكن مهما يزودوا مهما تزيد، بتيجي فترة وانت شغال على البي سي بتاعك، اللابتوب بتاعك، حتى السمارت فون بتاعك، الموبايل بتاعك، بعد فترة يقول لك يا العدة دي، بتقولها كده بالبلدي، تقلت، بقت تقيلة. تقيلة يعني ايه؟ فعلي بقى احنا ككمبيوتر ساينس يعني الرامات اتملت، ما بقاش فيه نقطة ياخد فيها انستراكشن منك او يعمل لك لود لاي حاجه. لو انت بنتكلم على سمارت فون، الفيسبوك والبوستات ما بقتش يلودها، فتقوم تقول ايه، استنى اما اطفي العده واعمل لها ريستارت. ليه بتعمل لها ريست؟ او البي سي فجاه تقول لي ذا كمبيوتر از، الكمبيوتر بتاع هانج. هانج دي عندنا طبعا بالانجلش اللي اسمها ذا كمبيوتر از هانجنج. هانج دي او هانجنج دي لها اساس علمي؟ طبعا، ان الرامات كلها، الرام مش الروم ولا اي حاجه تانية، اتملت، ما بقاش فيه بايت فاضي يستقبل منك اي كوماند او انستراكشن، وما بيبقاش قدامك غير اوبشن واحد بس او طريقه واحده، انك تطفي، تدوس على الباور او كنترول الت ديليت وتعمل ريستارت. ليه؟ عشان الرامات يحصل لها ريست، الصفه تبقى تفضل تاني فيستقبل منك كوماندز تاني. ايه علاقه ده بالبني ادم؟ تبص بقى على البني ادم، بسم الله ما شاء الله، من اول ما يتولد طبعا ما بيفتكرش بقى الحاجات وهو لسه صغير، قول كده من عمر 4 سنين 6 سنين لحد ما يموت 60 80 سنة، وات ايفر قاعد ايه، وتقعد تسأل البني ادم ده، فاكر لما كنت صغير وحصل لك كذا كذا، فاكر لما كنا في الجامعة حصل كذا، فاكر لما خرجنا الخروج كذا، فاكر لما احنا الساحل، فاكر لما احنا شرم. ما جاش في مرة قال لك استنى، ايوه اما اعمل ريستارت للميموري بتاعتي عشان افتكر الكلام اللي انت بتقوله. يعني عايز تقولي الميموري بتاعت خلق ربنا سبحانه وتعالى عماله تشيل وتستحمل ارقام وحروف وعناوين ومذاكره وعلوم مختلفه واماكن بتحفظها بالصوت وبالصوره وبالفيديو واصوات ناس بتحفظ كل ده، وما ايه قالتش سيبني مريح شويه. اما صنع البني ادم للبي سي ده، ابو رامات ده، كل ما يزودوا رامات يلاقوا، فبيزودوا البرامج فباحتياجها بتزيد من الميموري، فبعد فترة برضو الرام بتهنج. فحبوا يعالجوا الموضوع ده ويعملوا حاجة مكملة للميموري دي، سموها سكندري ستورج. على فكرة الرام اللي هي المين ميموري لها اسم تاني، اسمه ايه؟ برايمري ستورج، يعني الذاكرة الأساسية أو الرئيسية. أول
وصف فيها او اول فيتشر فيها لو تفتكروا فاهم انها فولاتايل متطيره، يعني اول ما اطفي الجهاز، اول ما اعمل ستارت، اول ما اقفل البرنامج، كل الفريمات دي مين تتمسح. فحبوا يلافوا الخطا ده فعضلوه، او يعني او عملوا سبورت باستخدام مين النان فولاتايل ميموري او اللي هي سكند ستورج، وسيله تخزين ثانويه او اخرى انذر ستورج اللي هو بقى حاطه فيه هارد ديسك، بحيث لما تحط ملفات تطفي الجهاز وتقيده تلاقي الفايلات دي موجوده، تحط فيديوهات تطفي الجهاز وتقيده تلاقي موجوده، وامثله لها السي دي روم والدي في دي والاس اس دي، كل دي اللي هي بص داتا ريتيند بيتم الاحتفاظ بيها. وين بروجرام از نوت رانينج او كمبيوتر از تيرند اوف. ايوه ما فيش حد مثلا حط ملفات على الهارد وطفى الجهاز وقاده وسابه سنه سنتين او شهر او شهرين وجه لقى كل الحاجات دي ممسوحه او اتشالت او ما بقتش موجوده، صح ولا مش صح؟ طيب كمز ان افرايتي ميديا، السكندري ستورج دي بتيجي في اشكال مختلفه، ماجنتيك دي كاتيجوري، سوليد ستيت اللي هو اس اس دي، واوبتيكال وفلاش درايف. ادي الكاتيجوريز المختلفه اللي بتيجي فيها مين كل السكندري ستورج. الماجنتيك وده طبعا ايه التراديشنال هارد ديسك درايف اللي هو بيوز ايه موفابل ميكانيكال ارم تو ريد اند رايت، اللي هو حبه سي ديز اسطوانات كده فوق بعضها، وطبعا الكتابه بالماجنتيك، ومجموعه من الارمز مسؤوله عن الريد ورايتنج الداتا. اس 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 دي او سوليد ستيت دي داتا ستورد ان شيبس عامله زي الفلاش ميموري، شيبات كده نو موفينج بارتس، ما فيش اي ايه يعني اجزاء فيها بتتحرك، ثابته. الاوبتيكال درايفز اللي هي السي دي روم والدي في دي، الفلاش درايف ودي كونكتد طبعا سو مين اليو اس بي بورت اللي هو بقى سواء فلاش ميموري او اللي هو الميموري كاردز اللي احنا زي اللي بنحطها في الموبايل والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي كويس. تمام نكمل. انبوت ديفايسز، ايه هي الانبوت ديفايسز؟ طبعا قلنا امثله لها في الرسمه السابقه، هي كل ما هو كل ديفايس بيسند انفورميشن او بينتر داتا تو ذا كمبيوتر سيستم. ماشي طبعا such as many devices can provide input، في اجهزه كتير زي الكيبورد والماوس والتاتش سكرين والسكانر والديجيتال كاميرا والمايكروفون، كل دي input. ديسك درايف وسي دي ودي في دي درايفرز برضه كل دي ممكن اقرا منها data، وهنشوف الكلام ده بعد. السوفت وير بروجرامز ذات ران اون ذا كمبيوتر، البرامج اللي بترن على الكمبيوتر، اللي هو انت ان شاء الله كبروجرامرز المفروض تبقى واحد من الناس دي اللي تكتب كود، والكود ده يترن على مين؟ على الكمبيوتر. كان بي كاتيجورايز، ممكن اقسمها لمجموعه من الكلاسز، مجموعه من الكاتيجوريز. ايه هي دي؟ اول كاتيجوري عندنا سيستم سوفت وير، سيستم ايه؟ سوفت وير. وتاني كاتيجوري هي مين؟ ابلكيشن مين؟ سوفت وير. خلاص وهندي اكزامبلز على هنا وهندي اكزامبلز على هنا. ايه السيستم سوفت وير؟ لما اجي اسالك برنامج الوورد ده سيستم سوفت وير ولا لا؟ لما اجي اسالك برنامج مثلا الميديا بلاير ده سيستم سوفت وير ولا ابلكيشن هارد وير؟ تقول لي ايه اللخبطه دي؟ طب نفهم ايه الفرق عشان نقدر نصنف. طيب حاضر، سيستم جاي من او اس، جاي من مين؟ او اس اللي هي ستاندز فور اوبريتنج سيستم، فاختصارا بيطلق على مين؟ سوفت سيستم سوفت وير. هي كل البرامج ذات مانج يعني بتدير، ذات اورجنايز براحتك، ذات ارينج براحتك، الكمبيوتر هاردوير، هي كل البرامج مسؤوله عن الهاردوير في الكمبيوتر، عن الميموري والهارد والدي في دي والسي دي والكيبورد والكل والماوس وكل ده. And the program that runs on them، والبرامج اللي بتشتغل عليه. Example الاوبريتنج سيستمز بانواع، يعني ما تقول لي الويندوز ده سيستم سوفت وير ولا ابلكيشن سوفت وير؟ سيستم سوفت وير. اللينكس، الماك، الاندرويد، كل دي سيستم سوفت وير. خلاص؟ اليوتيليتي بروجرامز، البرامج الخاصه بيها. زي مثلا البرامج اللي خاصه، ركز معايا، بانها مثلا تعمل بارتيشن للهارد ديسك، تعمل كوبي، بتعمل كات، كمان كل ده عباره عن بروجرام، حبه اكواد بتنفذها، بتعمل رينيم، بتعمل تقسم لبارتيشن، كل دي اسمها يوتيليتي بروجرامز، دي كلها تبع مين؟ السيستم سوفت وير. السوفت وير ديفلوبمنت تولز، ودي مين؟ الكومبايلرز، تعتبر ايه؟ سيستم ايه؟ سوفت وير. خلاص طيب الابلكيشن سوفت وير دي عباره عن بروجرامز ذات بروفايد سيرفيس تو ذا يوزر، برامج بتوفر لليوزر خدمه معينه، زي برنامج الوورد. انا لما بنزل ويندوز مش بينزل مع الوورد، انا بنزله بعد كده ليه؟ عشان الاقي برنامج اكتب عليه. بعد ما بنزل اوبريتنج سيستم بنزل جيم معينه من عند صاحبي او من على النت او من كده، ليه؟ عشان العب، عشان ابروفايد ليا انترتينمنت، نوع من المتعه او الاثاره.
تمام، بنزل برنامج معين زي الماثيماتيكا او بتاع عشان تسولف ساينتفك بروبلمز معين، او ماتلاب عشان امبلمنت بيه. يبقى كل دي تعتبر ابلكيشن سوفت وير وليست مين سيستم سوفت وير. بروجرامز اند بروجرامنج لانجويج، نبتدي بقى نقرب اكتر من مين من الكورس. تمام، ايه هو البروجرام؟ set of instructions that computer follows to perform a task، ودي قلناها معينة صح؟ طيب ايه هو الالجوريزم؟ ايه هو الالجوريزم؟ الالجوريزم يعني ايه؟ بلاش نترجمها ترجمة حرفية بس نفهم معناه. هي مجموعة من الخطوات المعقمة والمرتبة اللي اللي بتقول لي اعمل ايه بالظبط. دي بمنتهى البساطة، a set of ordered او numbered steps، خلاص مجموعة من الستبس الخطوات to tell the computer what to do. هو ده مين؟ الالجوريزم. خلاص، ده اكزامبل الالجوريزم الكالكوليتنج الكوست بي. ماشي، اللي هو ايه؟ اول حاجه ان انا اقول اول خط، شايف دي خطوات الالجوريزم نفسه كام ستيب؟ 5 ستيبس، خمس خطوات. اول حاجه ديسبلاي ا مسج اون ذا سكرين، هعرض له رساله على الشاشه. هاو ميني اورز ديد يو ورك، انت بتشتغل كام ساعه؟ خلاص. وبعدين تاني خطوه ويت فور ذا يوزر تو انتر ذا نمبر، هنستنى لما اليوزر يدخل لي عدد الساعات اللي بيشتغلها. وانس ذا يوزر انترز ا نمبر ستور ات ان ميموري، اول ما يدخل الرقم ده خزنه في الميموري. طيب ثم بعد كده ديسبلاي ا مسج اون ذا سكرين، اعرض له رساله على الشاشه. هاو ماتش دو يو جيت بيد بير اور، هو انت بقى بتقبض كام في الساعه؟ يعني الساعه واقفه عليك بكام؟ يعني هو دخل لي 10 ساعات وانا خزنت ال 10 ساعات دي في الميموري، هساله هي الساعه بتاعت الشغل بتاعك ده هتجيب كام؟ سي ب 10، يعني هشتغل 10 ساعات وسي ب 10 جنيه الساعه، هقوم ضربهم في بعض 10 في 10 يبقى ب 100، يبقى اللي هيقبضه كام؟ 100. ويت فور ذا يوزر تو انتر ان اور بيريد، يعني اما يدخل معدل الساعه بتاعته بكام؟ وانس ذا يوزر انتر ذا نمبر ستور ات ان ذا ميموري. multiply the number of hours، اهو دي بقى الكالكوليشن او الحسبه بتاعتي في خطوه رقم 5، هضرب عدد الساعات اللي دخلها اول مره في الاماونت كميه الساعه بكام، سعرها بكام، and store the result in memory، وهخزن برضو النتيجه فين؟ في الميموري. the final step اطبع له result، display a message on the screen that tells the amount of memory earned، the message must include the result of the calculation performed in step 5. يعني مش هقول له ايه the number of so the total amount of money that you will earn is، وقف كام يعمل حاجة وقفت على كده، فلازم مع بعض ايه لو حصل ضرب الاثنين دول مع بعض. طيب الماشين لانجوج كتير جدا بنسمعها. الماشين لانجوج دي الخطوات اللي فاتت في السلايد اللي فاتت دي يا شباب ما ينفعش تبقى كود لأي لغة برمجة، أو تبقى برنامج كمبيوتر، سوري، أو تبقى برنامج كمبيوتر بأي لغة وتتنفس. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أمال دي خطوات إيه؟ الألجوريزم ده وصف شرح، زي ما واحد يسألك إيه؟ لو سمحت أيوه أنا دلوقتي من بنها خلاص وعايز اروح اسكندريه اعمل ايه؟ فهيقول لك ايه؟ ده في كذا طريقه، ايوه تروح محطه القطر وتسال على اول قطر اسكندريه وتروح، غيره ممكن مش عارف تروح القاهره وتاخد بولمان او مش عارف اتوبيس من هناك وسريع ومكيف، غيره ممكن مش عارف تركب تروح اسكندريه الصحراوي على الدائري وبعد كده ايه ده ايه ده؟ كذا طريقه وكلهم بيؤدوا لنفس الطريقه. هل دول كلهم اليوزر هيعملهم؟ هيعمل خطوه واحده بس. هل دول كلهم ايه؟ مجرد جايدز. فالالجوريزم ده اللي احنا كاتبينه ليس كود ولا حاجه بتتنفذ او تترن، دي شرح للطريقه او الاسلوب اللي هتعمله بايه، هتكتبه بلغه برمجه ايه، او هتكوده بايه، دي قصه ثانيه. وصلت؟ دي اول معلومه. معلومه اتنين، الكمبيوتر اللغه الوحيده اللي بيفهمها هي الماشين لانجوج، هي الايه؟ the computer only execute the machine language instruction، ما بينفذش غير ده. فبرغم من حضرتك اهو بيقول لك في المثال السابق الالجوريزم ده بيعرف ايه الخطوات، ازاي تحسب الحسبه بتاعتك، لكن ايه؟ ده مش قابل ان هو to be executed in the computer. امال لازم يتحول الكلام ده لمين؟ للماشين لانجوج. ايه بقى الماشين لانجوج دي؟ اهو الكمبيوتر can understand only a sequence of ones and zeros. مين؟ ايوه اللي هي سلسله
من الوحيد والاصفار، هو ده اللي بيفهمه الكمبيوتر. كل الانستراكشنز اللي في الدنيا، الاوامر اللي تكتبها باي لغه برمجه، سي بلس بلس، جافا، سي شارب، روبي، كوربل، فورتران، اي لغه برمجه، بايثون، كل ده لازم يتحول لمين؟ للماشين لانجوج اللي هي كام؟ وانز اند زيروز. ايه وانز اند زيروز دي؟ الكمبيوتر ما فهمش غير وان، مرر سيجنال، كده مررت سيجنال للكمبيوتر. ما بعتش حاجه، بقت كده ايه، ما مررتش سيجنال للكمبيوتر، سيجنال كهرباء، الكتريكال سيجنال يعني. فانك تمرر الكتريكال سيجنال ده اون اللي هي معناه 1، ما تبعتش حاجه معناه ايه؟ زيرو. هو ده اللي يفهمه الكمبيوتر اللي بينفذه. طيب الناس زمان كانت بتكتب ده، اللي هو مين؟ الماشين لانجوج ديت والوحيد والاصفار ده. ويا سواد ويا ليله البروجرامر لو غلط في صفر واحد زياده، يعني غلط بدل الصفر واحد بدل واحد صفر، بيعمل ايه بقى؟ بيقعد يكتب الكود من الاول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه؟ اصل ما كانش في اختراع اسمه باك سبيس، كان في بنش كاردز كده معينه، حاجه كده زي الديسكات او الانسدادات، بس وقت بتتكتب عليها مره واحده، لو غلطت في حرف او واحد غلط او زيرو عيد من الاول. تخيل العذاب اللي الناس كانت بتتذله، كانش في اختراع اسمه باك سبيس. فغزر زين دلوقتي بقى في نيو دايز اللي احنا عايشينها دي دلوقتي، بدل الرايتنج البروجرام الماشين لانجوج اللي الكمبيوتر ما بيفهمش غيرها، ايوه، ذا بروجرامرز يوز ا بروجرامينج لانجوج. تاني قال لا، طب ويعني الكومبايلر بيفهم البروجرامينج لانجوج ما بيفهمش الماشين لانجوج؟ لا لا خالص، امال ايه اللي بيحصل؟ صبرا آل ياسر، حضرتك كتبت الكود بتاعك بالسي بلس بلس، تمام؟ ايوه، دي ايه بروجرامنج لانجوج؟ حضرتك كتبت كودك بمين؟ بالجافا. حضرتك كتبت كودك بالفورتان، بالبايثون، كل الاسماء دي بروجرامنج لانجوج. ايوه، طب فين الماشين لانجوج؟ اما تيجي ترن او تنفذ البرامج اللي هي بالبروجرامنج لانجوجز المختلفه دي، في سوفت وير اسمه كومبايلر. اسمه ايه كومبايلر؟ كومبايلر ده بالعربي ده معناه ايه؟ ترانسليتور، يعني ايه؟ المترجم. هو اللي بيحول، بيكونفيرت من البروجرامنج لانجوج اللي انت كتبت فيها للماشين لانجوج اللي يفهمها الكمبيوتر. وصلت؟ مش فاهمين حاجه، صح؟ طيب نقول تاني باسلوب تاني، حضرتك تقدر تعتبر الكمبايلر ده، حضرتك مثلا ما بتعرفش غير عربي وبورسعيدي وطلياني، خلاص، ومعاك واحد صيني ما بيتكلمش الا صيني، وانت عايز تكلمه وهو عايز يكلمك، فبتقول لي استنى يا عم، ما ندور لنا على مين؟ ترانسليتور، مترجم. المترجم ده المفروض يفهم ايه؟ يبقى فاهمك وفاهمه، يفهم الصيني بتاعه والبورسعيدي بتاعك عشان يعرف يترجم من هنا لهنا، صح؟ فهو ده الكومبايلر. الكومبايلر ده عباره عن سوفت وير، سوفت وير بيترجم من مين؟ من لغه للغه تانيه. اللغه الاولانيه دي ممكن تبقى ميني، تبقى اكتر من لغه، يعني ممكن جافا، بايثون، سي شارب، اي لغه من البروجرامنج لانجوج اللي حضراتكم سمعتوا عنها او تعرفوها، او السي بلس بلس اللي احنا نشتغل بيها الكورس بتاعنا ده. لمين؟ اهم حاجه لحاجه واحده ثابته، اللي هي مين؟ الماشين لانجوج، اللي مين بيفهمها؟ الكمبيوتر، يعني اللي حولها ليه؟ السيكونس اوف واحد وصفار. طب ممكن لو سمحت تفكرنا، رغم ان احنا خدنا الكلام ده في كورس الانترودكشن تو كمبيوتر ساينس، ايه هو الكلاسيفيكيشن او التايبس اوف البروجرامنج لانجوج؟ حاضر، في لو ليفل لانجوج اللي هي لغات اللي هي في المستوى الادنى او القليل، خلاص، ودي الكوميونيكيشن معاه ومع الكمبيوتر بيبقى مباشر وسريع لانها بتتعامل مع الهاردوير على طول، واوفن ريتن ان باينري ماشين كود، بتبقى مكتوبه بواحد وصفر اللي هي الماشين لانجوج. وفي الهاي ليفل لانجوج، يبقى عن زي ما في لو اللي هو ادنى، في حد اعلى اللي هو مين؟ هاي ليفل لانجوج، ودي بتبقى كلوزر تو هيومن لانجوج، تبقى قريبه من لغه البني ادمين، وطبعا بتبقى قريبه للغه مين؟ الانجليش لانجوج، الانجليزي، لان هو ده ايه؟ زي ما حضراتكم عارفين هو لغه العلم، كل العلوم ومعظم العلوم مكتوبه بالايه؟ بالانجليش لانجوج، وعشان كده البروجرامنج لانجوج قريبه من مين؟ من كلمات الانجليزي. زي ايه بقى؟ ده بقى الهاي ليفل لانجوج، الجافا والسي بلس بلس والسي شارب والبايثون والروبي، كل ده يعتبر هاي ايه؟ ليفل لانجوج، ماشي؟ دي اكزامبلز للفيموس لانجوج، سي بلس بلس، بيزك، فورتران، جافا، سي شارب، كوربل، سي، بايثون، جافا سكريبت، فيجوال بيزك، روبي، اند سو اون. ما حد يسالك هاو ميني بروجرامينج لانجوج ان اوفر ذا وورلد، عدد لغات البرمجه قد ايه؟ هيقول لك 10 20 30 50، بص هم 100، طب خدهم 250 باكج على بعضها، لا، انفينيتي من البروجرامينج لانجوج. هاو ميني كومبايلرز، عارفين الكومبايلرز اللي هو بقى بتترجم من اللغات دي لمين؟ ها، للماشين كود اللي هو واحد وصفار، تمام، برضه ايه؟ انفينيتي، عدد كبير جدا لا يمكن ايه حصل.
تمام. بس طبعا في كل لغة في الفيمس كومبايلر بتاعها، وفي كده الفيمس ايه والستاندرد انستراكشن بتاعها. طيب فروم هاي ليفل بروجرام تو ان اكسكيوتابل فايل، هنا مع بعض هنقول حاجة مهمة جدا 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 جدا، ذا جيرني اوف كودينج. يعني ايه الكلام ده؟ رحلة البرمجة بتبتدي ازاي؟ من اول ما افتح ملف جديد وابتدي اكتب فيه اللي هو ده اي تكست اديتور، واكتب فيه مين؟ الكودينج، اللي يخش على مرحلة البري بروسيسور، يخش على مرحلة الكومبايلر، ثم اللينكر، ثم بعد كده ايه هيخش كده زي فلو بيتشك على حاجات معينة، وفي الاخر خالص طلع مين؟ اكسكيوتابل فايل او فايل دوت اكس اي. تمام. اول ستيب عشان نقولها في عجاله، بتكريت فايل في قلب مين؟ الكومبايلر. ده بيبقى تكست اديتور بتبتدي تكتب فيه الكود بتاعك. بعد كده بعد ما تخلص كتابه الكود، في بيبقى كي او صغار او سيمبل اسمه ران، يعني نفذ، نفذ الكود ده بقى. فده بيخش على اول مديول اللي هو اسمه البري بروسيسور، ده اللي بيحول بيكونفرت السورس فايل الكود بتاعك اللي هو بيبقى سي بلس بلس او جافا او فورتران او اي لغه، ماشي، دايركتيفز تو سورس كود بروجرام ستيتمنت، بيبتدي بقى يحولها لستيتمنتس معينه. بعد كده بيخش على مديول تاني اسمه الكومبايلر، لو تمام بيبتدي يكونفرت السورس كود بتاعك ده للماشين كود او الماشين انستراكشن. في الاخر خالص بيخش على مديول تاني اسمه لينكر، ده عشان يكونكت الهاردوير سبيسيفيك كود تو الماشين انستراكشن، وده اللي بيبروديوس ان اكسكيوتابل فايل، وده الفاينل اوتبوت اللي ما احنا منتظرين. الستيبس من بي لدي اللي هم الثلاث خطوات دول اوفن بيرفورمد باي سنجل كوماند او بوتون، يعني بيحصلوا بكليكه واحده او بتكه واحده، يعني بيخش على البيب بروسيسور ثم الكومبايلر ثم مين؟ اللينكر، كل ده لو تمام عشان يكريت لك في الاخر مين؟ الاكس اي. طيب لو في ايرورز في النص ديتكتد ات اني ستيب، ده ويل بريفنت الاكسكيوشن اوف ذا فولوينج ستيبس، يعني لو في ايرور هنا مش هيكمل، لو في ايرور هنا مش هيكمل ايه؟ يوصل لهنا. فالخلاصه لازم الكود يبقى مكتوب صح بزاويه ايرورز عشان توصل لمين؟ للاكسكيوتابل فايل. السلايد اللي بعد كده ده دايجرام بيوضح لي ايه اللي بيحصل بالظبط من اول ما اكتب السورس كود. ده مثال اهو يا جماعه اللي هو في السكوير ده والمربع ده، نكبركم شويه. هاش انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي انتجر مين سي اوت هال وورلد ريتيرن زيرو، واقفل الكورس. ده كود كاني فتحت ملف وكتبت فيه مين؟ الانستراكشنز دي، والكود ده اللي هو بلغه مين؟ السي بلس بلس. خلاص اول حاجه الكود ده بسيفه باسم، تمام، وبعمل ايه بعد كده؟ بعد ما بسيفه بالاسم بيخش على مين؟ البري بروسيسور ميديول. ثم بعد كده بيحصل ايه؟ بعد ما بخش على البري بروسيسور بحصل على كود اسمه موديفايد سورس كود، بحصل على كود اسمه ايه؟ موديفايد سورس كود. ليه؟ هنفهم. بيشيل السطر ده اللي هو عشان كود اي او ستريم مثلا واللي زيه، وبيحط مكانه حبه انستراكشنز معينه. فلما شلت السطر ده وحطيت مكانه اربع او خمس سطور مثلا، يعني مش كده السورس كود ده ما بقاش سورس كود، يعني ما بقاش الملف الاصلي، بقى اتلعب، سوري في اللفظ، اتلعب فيه او اتغير فيه، فبقى اسمه ايه؟ موديفايد سورس كود. بعد كده بيخش على الموديول تاني الكومبايلر، الكومبايلر ده بتشيك على السنتكس، السنتكس ده يعني القواعد، لو ناسي سيمي كولون، كاتب السبيلنج هنا غلط، اي حاجه من الكلام ده لو في اي ايرور بيدهولي، ما بيكملش بيقف لحد هنا. المفروض بقى انا اصلح الايرورز دي واعمل ايه؟ كومبايلنج تاني او راننج تاني. طب ما فيش ايرور وتمام الخطوه دي، بيجنريت اوبجكت كود. ايه اوبجكت كود ده؟ اسم نفس الكود بتاعي بس الاكستنشن بتاعه دوت ايه؟ اوبج، دوت ايه؟ اوبج. بعد كده تمام بيخش على اللينكر ويكريت مين؟ نفس اسم الفايل بتاعي دوت اكس اي. تمام. طيب اسم الفايل الاولاني بيبقى اي اسم بختاره؟ دوت سي بي بي. يبقى السورس كود الفايل الاصلي بيبقى دوت سي بي بي، اما جنريت الاوبجكت كود بيبقى نفس اسم الملف، يعني سميته فوق احمد دوت سي بي بي مثلا، احمد دوت سي بي بي، يبقى اسمه احمد دوت اوبج احمد دوت اكس اي الاكسكيوتابل فايل. ده بنسميه السورس كود، وده الماشين كود، وده في الاخر من الاكسكيوتابل فايل اللي هو ايه؟ اما رنه لوحده بقى بيرن از ستاند الون فايل من غير خالص مين؟ محتاج الكومبايلر بتاعه. نتكلم على حاجه اسمها انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت اي دي اي، دي مشهوره لكل اللغات، يعني مفيش حاجه اسمها اي دي اي لكل بروجرامنج لانجوج. سي بلس بلس لها الاي دي بتاعتها، الجافا لها الاي دي بتاعتها، البايثون لها الايه؟ اي دي بتاعتها.
ايه بقى الاي دي؟ نحفظها زي اسامينا، انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. ايه ده؟ اللي هو الكومبايلر بتاعي او البرنامج اللي هكود فيه. الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت او اختصارا الاي دي، دي بتكومباينز كل التولز نيدد تو رايت عشان اكتب اكومبايل، يعني اترانسليت اديبج البروجرام بتاعي ان ا سنجل سوفت وير ابلكيشن، ان انا احصل في الاخر الهدف اي اكس اي فايل، هو حاجه دوت اي اكس اي، ملف التنفيذي بتاعي. مثال للكلام ده للكومبايلرز ديت او الاي دي اي، ده مايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس، وده اللي هنشتغل عليه. في تيربو سي بلس بلس، في بورلاند سي بلس بلس، في كودر بويا، في كتير جدا. عشان كده اما يقول لك هاو ميني كومبايلرز في اي لغه، تقول له ايه؟ انفينيتي، عدد لا نهائي. على فاكرين الانفينيتي في المس، هي دي بتاعت. طيب ده اكزامبل الاي دي ده بتاع المايكروسوفت فيجوال ستوديو، تمام؟ وده الكود اهو بتاع الجروسري، راجل حاطه لنا. طبعا هنشوف الكلام ده بالتفصيل وازاي نكتب الكود والسنتكس بتاعه، كل ده نتعلم. ده الاي دي. شايف هنا في مجموعه من التولز اهيت موجوده، في مجموعه من البروبيتس اهي موجوده. ده الورك اريا بتاعتي اللي بكتب فيها الكود او التكست اديتور بتاعي، وادي التولز تانية، ده زرار البلاي او الكومبايل، وفي هنا ايه المنيوز اللي بعمل بيلد وبروجكت وكل ده. شايف كل الكومباينيشن، يعني ده زائد ده زائد ده زائد ده، هو اللي كونني ما يعرف باسم اي دي اي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، خلى لي كل طلباتي في مكان واحد زي الهايبر ماركت او السوبر ماركت، بتخش الناس بتخش وبتلاقي اكل ولبس وشرب وكل اللي هي نفسها فيه. طيب وات از ا بروجرام ميد اوف؟ الكود بقى السنتكس معمول من ايه او مكتوب ازاي او كده او بيتكون من ايه، تمام؟ طيب اول ما اخش في التفاصيل ده ديت وبيكون من ايه وفي قلبي ايه، لازم نقول حاجه ظريفه قوي. ايه هي البروجرامنج لانجوج يا جماعه؟ زي الناتشورال لانجوج. ايه البروجرامنج لانجوج؟ لغه البرمجه سي بلس بلس، جافا، بايثون، روبي، الكلام ده زيها زي الناتشورال لانجوج، اللغه الطبيعيه العربي زي الانجليزي، الفرنش، الالماني، جيرمن، كل الحاجات دي. هو انت عشان تقول انا بعرف الماني، بعرف فرنساوي، بعرف عربي، لازم تكون متعلم ايه؟ set of vocab اللي هي مجموعة الفوكابلز اللي هي الكلمات او keywords، صح؟ وكمان والجرامر بتاع اللغة دي. ليه الجرامر؟ عشان تقدر تكون جملة صح، صح؟ زي ما نقول مثلا في الستيتمنت في الانجليش لانجوج، لازم عشان اقول جملة صحيحة لازم يبقى فيها ايه؟ ها؟ subject و verb و object، اللي هو ايه ده؟ فاعل، فاعل وفعل ومفعول به، ماشي؟ هي بلايز فوتبول، هي ده اللي هو مين؟ ها؟ ده الفاعل، وبلايز ده الفيرب، ومين؟ ها؟ والاوبجكت الاخير مين؟ فوتبول، هو بيلعب كرة القدم، ماشي؟ ده اللغة العادية. نفس الكلام بالظبط بالنسبة للغة الكمبيوتر. البروجرامنج لانجوج، أو بقى أي حاجة. لها مجموعة من الكي ووردز، الكلمات اللي لازم أبقى عارفها، اللي لما الكومبايلر بيشوفها كاتبها بينفذ أوامر معينة. يعني زي انه بيطبع على الشاشه رساله، بياخد من بيقرا من اليوزر داتا اند سو اون، هنشوفهم دلوقتي هم، ماشي؟ دي اسمها سيت اوف كي ووردز او البوكابلرز. ما بنقولهاش بقى بوكابلرز في البروجرامنج، امال ايه؟ سيت اوف كي ووردز او ريزيرفد ووردز، ماشي؟ اللي هي هنا ايه؟ دي. طيب الجرامر عندنا في البروجرامنج لانجوج ما بتقالش عليه جرامر، امال اللي بيتقال عليه مين؟ سنتكس. هي القواعد، القواعد بتاع اللغه دي في البروجرامنج لانجوج بقى ايه؟ سينتاكس. يعني هنا في الناتشورال لانجوج فوكاب فوكابلرز، وهنا ايه؟ جرامر، تمام؟ ده ايكوفالنت دي سينتاكس، والفوكابلري ايكوفالنت لمين؟ الكي وورد او الريزيرفد وورد. في بقى حاجات بقى اسمها بروجرامنج ديفايند ايدنتيفاير اوبريتورز بانكتشويشن، كل ده هنفهمه مع بعض، تمام؟ طيب نيجي كده نكلير ده عشان نشوف بقى ايه بيقول لك. ايه what is a program made of؟ اي برنامج المفروض فين في البروجرامنج لانجوج المفروض اشوف فيه ايه؟ set of keywords، الكيوردز دي انا عارف، set of programmer defined identifiers، operators اللي هي زي الاديشن سبتراكشن بانكتشويشن نقطه والسيمي كولون، حاجات الترقيم زي عندنا في الستيتمنت في الانجليش، بعد في نهايه الجمله بتحط ايه؟ نقطه، واحيانا ساعات بنحط سيمي كولون، واحيانا ما نقول احمد اند علي اند ابراهيم بنفصل بكومنتس. السنتكس، فهنشوف ايه القواعد المفروض انت اي ستيتمنت بيحصل فيها ايه اند سو اون، كل ده هنشوفه مع بعض. ده شكل يا جماعه البرنامج مكتوب بلغه السي بلس بلس، ماشي؟
مش مهم نقول ايه كل اللي فيه ولا تفهم اللي فيه، امال احنا ايه حاطينه عشان نشرح فين. اديني اكزامبل الكيوردز، اديني اكزامبل بروجرام ايدنتيفايد ديفايند ايدنتيفايرز، اديني اكزامبل اوبريتورز بانكتشويشن سينتاكس، عشان نعرف ازاي اي برنامج بيتكون من الحاجات دي. على فكره الكلام اللي انا هقوله ده بينطبق مع اي لغه برمجه، يعني نفس الكلام مع جافا مع السي شارب، كل واحد في القصه دي وبيتكون من ده. هاش انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي انتجر مين دبل اورز سي اوت كذا سي ان كذا سي اوت كذا اند لا بلا بلا. اول حاجه كيوردز، ايه الكيوردز دي؟ اولسو نون، ودي مهم جدا انك تحفظه معايا يا شباب، ده مش بس سي بلس بلس او اي لغه برمجه. كيوردز كلمه دي مكافاه لكلمه مين؟ ريزيرفد ووردز. كي معناها مفتاح، يعني كلمات افتتاحيه اذا جت في الكود لها معنى. ريزيرفد ووردز يعني كلمات محجوزه، الكومبايلر هو بس اللي حاجزها لنفسه لانه بيفهمها وبيترجمها بشكل معين، لكن اي حاجه تانية مش هيفهمها. طيب دي هاف سبيشال مينينج ان سي بلس بلس، ده مين ده؟ اللي هي ريزيرفد وورد او كي وورد لها معاني مخصصه فين؟ في سي بلس بلس. طب لو بنتكلم على ريزيرفد وورد او كي ووردز بتاعت الجافا، فبدل دي هتقول ايه؟ لها معنى فين في الجافا، لها معنى فين في الروبي، في البايثون، في مش عارف ايه. يعني كل لغه لها سيت اوف ايه، كل بروجرامنج لانجوج لها سيت اوف ريزيرفد وردز او كي ووردز. ماشي. كانت بي يوزد فور اني اذر بوربز، ما اقدرش استخدمها لاي هدف تاني. خلاص. اكزامبل بقى للكي ووردز في البروجرام السابق، كلمه يوزنج دي كي وورد، نيم سبيس دي كي وورد، انت دبل ريتيرن، كل دي فين الكلام ده؟ نروح على المثال السابق، يوزنج دي كي وورد، نيم سبيس كي وورد، انت كي وورد او زيرو دبل، ماشي، سي اوت سي ان ريتيرن، كل دي اكزامبلز لمين؟ ريزيرفد وورد او كي ووردز غيره. اهو الراجل ريحني وعلم لك عليهم اهو، تمام. طيب بروجرامر ديفايند ايدنتيفايرز، يعني حضرتك اللي معرف بنفسك كلمات معينه لها دلاله عنها، ماشي، فين في البرنامج بتاعك، ومش شرط تستخدمهم في البرنامج تاني، لا ده هو بس البرنامج ده. ده المفروض يا جماعه، او مثال اهوت اورز اللي هو عدد الساعات، ريت وبي، تمام. ده لو نرجع هو للمثال، فين الكلام ده؟ كلمة دي hours دي انت اللي معرفها كبروجرامر، rate انت اللي معرفها، pay لو فاكرين المثال بتاع الجروسري اللي هو بتاع البقالة، بيسأله عدد الساعات كام وبيقراها في متغير او variable اسمه hours، عدد الساعة سعرها كام بيقراها فين؟ في rate. يبقى البي المفروض يدفع للعامل ده او الشخص ده ان انا بمالتبلاي الاور فين؟ في rate، وبعد كده بطبع له في الاخر مين؟ البي ده المفروض يدفع، تمام. فدي حاجات اللي هما 1 و2 و3 اللي هما set of variables متغيرات انت اللي بتعرفها، مش كلمات محجوزه للغه بس لها طبعا قواعد هنعرفها ايه كمان شويه اللي هي operators. ممكن يبقى في البرنامج بتاعك بعض الاوبريتورز زي مين؟ الاديشن، السبتراكشن، المالتبليكيشن، الديفيجن. طبعا الجمع معروف والطرح معروف والضرب مش علامه فيه، امال علامه ايه؟ استرك اللي عندك على الكيبورد شيفت مع صغار 8، او عندك على الكالكوليتر اللي على اليمين لوحدها اللي هو كده صغار مرسوم عليه استرك او ستار، ده المالتبليكيشن. الديفيجن، الديفيجن، وباكد العلامه دي مش العلامه دي، تلاقي عندك الشرطه دي وعكسها، دي معناها ديفيجن معناها القسمه، اما دي بتستخدم ليه؟ للباص. فاكرين الباص؟ لما تقول الملف بتاعك عندك على الكمبيوتر فين، فتقول سي مثلا ويندوز علي دوت تكست، شايف العلامه دي؟ العلامه دي بستخدمها مع الباص، مع الفايل باص اللي هو ده، اما الديفيجن العكس. طيب العلامتين دول عشان ما تلخبطش ما بينهم هنشرحهم كالاتي، دي اسمها فورورد سلاش واختصارا سلاش، ودي باكورد سلاش وهي بتبقى باكورد سلاش ملهاش اختصار. طب عشان ما تلخبطش، انا الديفيجن ايه؟ سلاش او فورورد سلاش. طيب هتتخيل حضرتك العلامه اللي هي المايله دي او المايله دي كانها راجل واقف بالجنب، ماشي، وباصص في الاتجاه ده، حلو، شخص اهو واقف ايه بالجنب خلاص وباصص في الاتجاه ده، يعني عينيه هنا، ماشي. الشخص ده لو وقع لقدام، الشخص ده وقع لقدام على 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 بطنه خلاص، يبقى دي ايه اللي هي العلامه ايه؟ دي
اللي اسمها ايه سلاش او فورورد سلاش، يعني بيقع لقدام. طب لو وقع على ظهره، ظهر يعني ايه باللغه الانجليزيه باك، وقع على مين؟ على ظهره، ما وقعش على الارض يعني مال كده بس، فدي ايه باك سلاش. خلاص مهم جدا انك ايه تفرق ما بين الاسمين دول، باك سلاش وفورورد مين سلاش. الفورورد سلاش اللي هي دي اللي بنستخدمها مع مين؟ مع الديفيجن. ماشي. طيب في برضه سم اوبريتورز زي ايه؟ اتنين للزان واتنين جريتر زان والاساينمنت والستار. ده اكزامبلز في البرنامج، فين هجيبهم؟ اهو اعلم عليهم اهو. بعد سي اوت في اتنين للزان، اتنين اصغر من، اتنين جريتر زان اكبر من، نفس الكلام. في الاساينمنت في الستار اللي قلنا ده اللي هو المالتيبلكيشن او الضرب وهكذا. طيب دي اوبريتورز. بانكتشويشن الترقيم، احنا قلنا ايه زي الدوت والكوما والسيمي كولون والحاجات دي. في البرنامج اللي فات ده اكزامبلز، لا اهو بص ما بين كل فاريبل وفاريبل فصل بكوما، لكن اول ما خلصت الستيتمنت حط مين سيمي كولون اللي هي الفاصله وعليها ايه نقطه. اخر كل ستيتمنت في قلب السي بلس بلس ماست بي اندد والسيمي كولون. ان ستيتمنت دي احفظها زي اسمك، ان ستيتمنت ان سي بلس بلس ماست بي اندد والسيمي كولون. كل جمله في قلب السي بلس بلس، كل امر في السي بلس بلس لازم تنهيه بايه؟ بسيمي كولون. دي عامله زي في اللغه الانجليزيه بعد ما تخلص جمله تحط دوت، خلصت جمله دوت، جمله دوت، سنتنس دوت، سنتنس، هنا بقى تحط ايه؟ سيمي كولون، سيمي كولون، لا فاصله وعلى ايه؟ نقطه. طيب ايه المقصود بقى بالسنتنس؟ واخر حاجه هي السيت اوف رولز، هي مجموعه القواعد اوف ذا جرامر that must be followed when writing the program. هي مجموعة قواعد لازم تتبعها لما تيجي تكون. يقول لك مثلا زي in statement must be ended with semicolon. اما تيجي تختار اسم الفاريبل ما يكون مبتدي بكاركتر او اندرسكور، ما يبقاش في سبيشال كاركتر زي اش او هات او الكلام ده كله. Controls the use of keyword، بتحكم في استخدام الكيورد. الاوبريتورز مش بحطها بالمزاج. والبروجرامر ديفايند سيمبلز اللي انا كنت بقول لك الفاريبلز والبنكتشويشن. كل اللي بينظم ده وبيتحكم فيه ما يعرف باسم مين؟ السنتكس بتاع مين؟ البروجرامنج لانجوج. ايه الفاريبلز؟ الفاريبلز ده اللي هو معناه المتغيرات. المتغير ده عباره عن ايه؟ ده انيمد ستورج لوكيشن. انيمد ستورج لوكيشن، طب لوكيشن معروف مكان، ستورج يعني اخزن فيه احط فيه فيلم، نيمد يعني بديله اسم اهو. اقول اكس هي البايت ده او المكان ده، واي هي المكان ده. فالفاريبل هو ايه؟ انيمد ستورد لوكيشن، فين؟ ان كمبيوتر ميموري. وعشان كده كل الفاريبلز على طول بتتحجز فين؟ في الميموري. فاكرين الميموري رامات اللي هي مجموعه منين؟ من مربعات. فاول ما اقول مثلا انتجر اكس بعرف فاريبل من نوع اكس نوع متغير، فيقوم حاجز لي حته كده في الميموري فاضيه ويسمي دي اكس. عرفنا ايه هو الفاريبل؟ از انيمد ستورد لوكيشن ان كمبيوتر ميموري for holding a piece of data، عشان يمسك حته من الداتا. هي فين الداتا؟ مفيش. بعد كده اقول اكس بتساوي 5 اديها فاليو، يقوم حاطط لي 5 فين؟ في المكان ده بتاع اكس. في البرنامج السابق عرفت فاريبل اسمه اور، فاريبل اسمه ريت، فاريبل اسمه ايه؟ بي. تمام؟ فاريبل ديفينيشن. اما اجي اعرف variable خلاص، ال variable definition لها اسم تاني اللي هو variable declaration. variable definition جاي من define يعني بتعرف variable، او variable declaration جاي من declare يعني بتdeclare كبير بأعلن عنه، وبأعلن عنه في variable اسم كذا ونوعه كذا. في البروجرام السابق انا قلت ايه؟ عرفت 3 variables من نفس النوع، قلت double hours comma rate comma pay، ده فاريبل وده فاريبل وده فاريبل، وكلهم هاف ذا سيم داتا تايب، دول نفس النوع اللي هو دبل. دبل يعني ايه؟ بيقبل الكسور 3.2 5.2، وممكن ياخد انتجر انا عدد صحيح 1250 عادي خالص ما فيهوش مشكله. طيب في الحقيقه ميني ديفرنت داتا تايبس اوف الداتا، يعني الفاريبل دي ممكن اعرفها بانواع كتير جدا مختلفه غير مين؟ غير الدبل السابق. ممكن اعرفها انتجر، ممكن لونج، ممكن كاركتر، ممكن فلوت. طب انا بختار الفاريبل والديتا تايب على حسب ايه؟ على حسب الداتا اللي هيمسكها. يعني عايز احتفظ بكاركتر يبقى اعرف كاركتر فاريبل، عايز احتفظ بانتجر يبقى اعرف انتجر فاليوز، فلوت فلوت فاليو. تمام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي أول محاضرة لينا في كورس Structured Programming, Principles of Programming, Programming Fundamentals. كل دي أسماء لنفس الكورس, وإن شاء الله البروجرامينج لانجوج اللي هنكود بيها أول كورس بروجرامينج, First Programming Course, هي C++. ده التكست بوك اللي بنشتغل منه اللي هو Starting Out of C++, الناينز اديشن, ودي اخر اديشن, ودي الباوربوينت برزنتيشن اللي جايه مع التكست بوك نفسها. اول شابتر 1 هيبقى عندنا النهارده, هنتكلم فيه انترودكشن تو كمبيوترز اند بروجرامينج. المفروض ده يبقى اول كورس للبروجرامينج حضرتك بتدرسه, وبالتالي هتلاقي بعض الكونسبتس او النوتيشنز اللي هي بنعمل لها جاست ريفيو, بتبقى خدت منها اجزاء مهمه او عارف بعض الكونسبتس دي او الديفينيشنز دي في كورس الانترودكشن تو كمبيوتر ساينس او كمبيوتر ساينس فاندمنتالز, اللي هو كورس الانترو اللي بتدرسه في اول ترم في كليات الحسابات. اول حاجه هنتكلم عنها واي بروجرام, ليه البرنامج واي بروجرام. يبقى لازم نفرق ما بين الكونسبتس الاتيه, ايه هو الكمبيوتر, ايه هو البروجرام, ايه هو البروجرامر اللي المفروض تبقى انت حضرتك دي يور جوب او يور مين تاسك انك انت بتاكت از ا بروجرامر. طيب اول حاجه الكمبيوتر, الكمبيوتر او البي سي او اللابتوب اللي قدامك او اللي معاك. وات از ا كمبيوتر, ده بنقول عليه له اسم تاني واسم ساينتفك علمي, ماشين. ماشين طبعا حضرتك بتستخدمها انت وزمايلك بالذات في القرى والحتت دي, يقول لك ايه انا خدت الماشين بتاعت المكنه بتاعت اللي هو الموتوسيكل الموتور بايك. لكن عندنا في البروجرامنج الماشين هنا المقصود بيه البي سي او الكمبيوتر او اللابتوب. طيب ما نيجي نعرفه عباره عن ايه, ذيس ا بروجرامبل ماشين ديزاين تو فولو انستراكشنز. يعني ايه الكلام ده بمنتهى البساطه, هو عباره عن اله, الاله دي متصممه انها قابله للبرمجه, واهم حاجه انها بتفولو الانستراكشنز اللي انت بتقولها لها تعمل ايه او تنفذ ايه. عشان كده نقدر نقول ان البي سي او اللابتوب او اي ماشين عندنا وزود سوفت وير بتبقى ستيوبد ماشين. حته حديده ملهاش اي معنى, او حته بلاستيك ملهاش اي معنى. يبقى اللي بيخلي للماشين دي فاليو قيمه او بيخلي لها معنى هو مين, البروجرامز والسوفت ويرز اللي عليها. تمام, ده الكمبيوتر. طيب وات از ا بروجرام واتس ا سوفت ويرز, هو عباره عن ايه, هو عباره عن ده مجموعه الانستراكشنز, هو عباره عن انستراكشنز ان ذا كمبيوتر ميموري تو ميك ات تو دو سمثينج. اللي تو ميك ات تو دو, مين اللي ات دو سمثينج, هي الخلاصه. البروجرامز دي حبه اكواد, حبه انستراكشنز, حبه كوماندز. مين اللي بيكتبها, حضرتك, حضرتك مين اللي هو البروجرامر. خلاص بتكتبها فين او بتتحمل فين, بيحصل لها لودنج ان ذا كمبيوتر ميموري. ايه الكمبيوتر ميموري دي اللي حضرتك خدتها في كورس الانترودكشن, اللي هي الرام وليس الروم, اللي راندوم اكسس ميموري. طيب وبعدين الحته دي مهمه في الفهم, اه طبعا مهمه جدا. الانستراكشنز دي بيحصل لها لودنج فين في الكمبيوتر ميموري, اللي هي مين, الرام. ليه, ايه يعني بعد ما احمل الانستراكشنز هبتدي هنفذها لاين باي لاين او ستيب باي ستيب to make it do something, عشان تخلي الكمبيوتر ده يعمل حاجة معينة أو بتعمل تاسك معينة. Who is the programmer, مين البروجرامر, a person who writes the instructions. مش عاجبك كلمة instructions شيلها وحط commands, مش عاجبك دي writes the code. اللي هو ايه اللي مش فاهم الكلام ده, اللي هو programs. يبقى ده هو اللي بيكتب ده عشان يتنفذ على ده. شايفين السيكونس, a programmer writes a code أو writes a software to be run on the computer. شفت ريليشن شيب ما بين الحاجات دي كلها. يبقى البروجرامر هو بيرسون هو رايتس انستراكشنز اللي هي البروجرام تو ميك, عشان يخلي الكمبيوتر بيرفورم ا سبيسيفيك تاسك, يقوم بتاسك معين. في مقوله او ويزدم بتقول without programmers no programs, مش هيبقى في نو بروجرامز او سوفت ويرز. وwithout programs, بدون برامج اللي بيكتبها البروجرامر, a computer can't be can't do anything, ما يقدرش يعمل اي حاجه في الدنيا. عرفنا مين محتاج مين محتاج مين. طيب نكمل كمبيوتر سيستمز. اول ما نتكلم على ده, وده الكلام ده خدته قبل كده في كورس الانترودكشن, بيتكون consists of hardware and software. تمام,
الهاردويرز الأساسية اللي في قلب الكمبيوتر سيستم أو المودرن كمبيوتر سيستم اللي عمله العالم العظيم نيومان، اللي هو إيه؟ CPU which stands for Central Processing Unit، Main Memory مقصود بيها RAM، Secondary Memory اللي هي المقصود بيها كل الـ Storage Devices بأنواعها، DVD، Hard Disk، CD، what else، flash memory، كل دي SSD، input devices و output devices. دي المين كاتيجوريز الأساسية اللي عندنا وهنشوفها بالتفصيل. طبعا اللي في النص ده هو مين؟ هو ال core of the PC، هو المركز بتاع ال PC اللي هو بيتكون من مين؟ البروسيسور اللي هو central processing unit، وفيها رامات سوري اللي بلود فيها ال instructions في الميموري أو الأوامر او الكوماندز بتاعتي اللي المفروض الكمبيوتر ينفذها. تمام، تحت هنا اتظبطهم في السكندري ستورج، وحاطط طبعا اكزامبل لكل حاجه، مش كل السكندري ستورج، حاطط من الهارد ايه ديسك. تمام، لكن ممكن تحط هنا الاس اس دي، ممكن تحط الفلاش ميموري اند سو اون. اون ذا ليفت هاند سايد على الشمال السنترال بروسيسنج يونت، عندي بقى ايه كل الانبوت ديفايس. اون ذا رايت هاند سايد كل الاوتبوت ديفايس. مثال ايه للانبوت ديفايس زي ما انت شايف بقى، ناخدهم من التوب ليفت، ديت الايه الكاميرا دي انبوت ولا اوتبوت؟ اه، ما هي بتكابشر الصوره وتدخلها على الكمبيوتر فبقت انبوت. الجويستيك دراع الاتاري اللي انتوا بتلعبوا فيه، مش حضرتك بتدوس على كيز معينه يبقى بتنبوت لمين؟ للجهاز، اوامر معينه. الكيبورد طبعا ودي الستاندرد انبوت. عندنا الاسكانر لما تعوز تسكان صوره او ديكومنت مستند معين. عندنا الديجيتال كاميرا بتوصلها بالكمبيوتر عشان تحول عليها او تدخل على الصور اللي انت عملت لها كابشنج بالكاميرا دي. ايه تاني دوت اللي هو مين؟ البلوتر او الرسام او التاتش باد اللي هو الديجيتايزر اللي ببتدي اكتب عليه. تمام، كل دي واكزامبلز لمين؟ للانبوت ديفايسز. تمام، سوري يا جماعه، البلوتر ده اللي هو البرنتر اللي بطبع عليه، لكن ده ديجيتايزر او درور اللي هو رسام ببتدي اكتب اي نص او تكست وببتدي اقطع عليه زي اللي معايا دلوقتي وبشرح بيه ده دلوقتي. ده كده بكتب على الباده بتاعته بيبتدي ينقل الايه التكست دي لحضرتك. لكن البلوتر ده انواع من انواع البرنترز وليس انبوت ديفايس، ده اوتبوت ديفايس بطبع على الخرائط الخاصه بالمهندسين والمساحه والكلام ده كله. طيب وات از ذا اوتبوت ديفايسز؟ ايه الاوتبوت ديفايسز؟ السكرين او المونيتور او الديسبلاي، كل دي ايكوفلنت نمزل بعضها. البرنتر او البلوتر، خلاص ايه فرق البرنتر عن البلوتر؟ البرنتر دي بطبع عليها الديكومنتس بتاعتي المستندات البسيطة اللي هي الـ A4 أو الـ A3 أقصى حاجة، لكن البلوترز اللي هي برنترات كبيرة تبقى حاجة كده بسم الله ما شاء الله كده خلاص، وبتطبع بتطلع إيه خرائط كبيرة اللي فيها الرسومات الهندسية والحاجات دي كلها. طيب والسبيكرز ده أو الديفايس اللي هو بيطلع مين؟ الصوت. نكمل سنترال بروسيسنج يونت اللي هو بقى أول حاجة خالص اتكلمنا عنها، دي بتتكون من ايه؟ حاجتين اساسيتين، تو يونتس، سي يو كنترول يونت و ال يو اسيماتيك اند لوجيك يونت. واتس ذا ديفرنس؟ سي يو من اسمها كنترول يونت، هي اللي بتتحكم، دي بت ايه بتريتريف ذا اند ديكود ذا بروجرام انستراكشنز، هي المسؤوله. شايف بص انها بتسترجع وبتديكود، يعني بتفك شفر كود، يعني يكود اللي هو يشفر الحاجه، ديكود يفك شفرتها، زي اسمه برضو مين؟ الاجهزه اللي عند حضراتكم في البيت اللي هي الريسيفر، له اسم تاني علمي، اه دي كودر، مش اسمه كودر خالص، لا يمكن يبقى اسمه ريسيفر كودر، لكن ايه دي كودر؟ ليه؟ عشان بيستقبل قنوات وبيفك تشفيرها، ولا عارف بيستقبل قناه سي الاولى على ايه، الثانيه على ايه، المصريه على ايه، دريم على ايه، فبيفك شفره كل قناه، فعشان كده الريسيفر ايكوفلنت اسمه ليه؟ دي كودر. نفس الكلام السيو دي المسؤولة عن بالديكودز، بتفك شفرة او بتاندرستاند البروجرام انستراكشنز، الاوامر اللي انت كاتبها بروجرامنج لانجوج دي وتبقى سي بلس بلس جافا اي حاجة تبتدي تفهم. طيب وات ايلس؟ لانها بقى سي يو يعني انها كنترول يونت، وات از ذا مين تاسك اوف ات؟ كوردينيتس، بتنظم، بتورجنايز، بتارينج الاكتيفيتيز اند اول اذر بارتس اوف ذا كمبيوتر، نظم علاقات ده بده، مين يبعت لده، مش هيس. طيب الارثماتيك اند لوجيك يونت، الارثماتيك اند لوجيك يونت زي ما حضراتكم ما شايفين هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن يونت متقسمه الارثماتيك اند لوجيك. ارثماتيك جايه من، لا مقصود بيها الارثماتيك اوبريشن اللي هو اديشن سبتراكشن ملتبليكيشن ديفيجن، يبقى هي دي اللي بتقوم بالعمليات الجمع والضرب والطرح والاسم وما شابه ذلك.
طب ليه سميت لوجيك وبتقوم بالعمليات المنطقية؟ ايه هي ليه عملية الكومبايزون؟ يعني اقارن ما بين تو كوانتيتيز، هل هما للزين جريتر زين للزين او ايكوال جريتر زين او ايكوال، اللي هو اقل من اكبر من، اقل من او اصغر، اكبر من او يساوي، and so on. طيب السي بي يو اورجانيزيشن التنظيمه بتاعتها والتو يونتس دول موقعهم ايه من الاعراب؟ اهم زي ما حضراتكم شايفين اهو، ففي انتجريشن ما بين الاثنين دول اللي هو التو يونتس كنترول يونت والارثماتيك اند لوجيك يونت، والاثنين دول موجودين فين؟ في السي بي يو سنترال بروسيسنج يونت، وهنا بيجي له انستراكشن از انبوت وبيطلع ريزلت ايه از اوتبوت. المين ميموري والمقصود بيها الرام اهو، ات از افولاتايل اهي، الرام اهي زي ما حضراتكم شايفين random access memory. طيب اول فيتشر فيها او اول صفه فيها انها او بروبيرتي فيها فولاتايل. فولاتايل يعني ايه؟ يعني ما بتحتفظش بالداتا لفترات كبيره. ليه؟ وانس حضرتك مثلا كنت مشغل على البراوزر بتاعك مجموعه ويب سايتس، جوجل، على مش عارف، على ياهو، على جيميل، على يوتيوب، على فيسبوك، على كل ده، وفتح سوفت ويرز وفتح فيديو ميديا بلاير على فيديو اند سو اون، حصل انك فجأة الكمبيوتر اتطفى نتيجة بقى باور فيلير، كهرباء قطعت، أي حاجة، المهم الكمبيوتر اتطفى. كل اللي في الرام ده راح، كل اللي في الميموري إيه؟ راح. وصلت الليلة دي؟ عشان كده كتير جدا ناس بتلطم وبتتضايق جدا أول ما الجهاز يحصل له باور أوف أو كهرباء تقطع، وكانت بتكتب في ملف وما كانتش عملت له إيه؟ سيف، حفظ، سيف على أي بقى ميديا، هارد ديسك، فلاش ميموري أو كده، يقول لي إيه ده؟ كل اللي كتبته راح، كل اللي عملته راح، أند سو أون. تمام. فعشان كده اهم فيتشر للرام انها فولاتايل. المين ميموري ديت از اريزد وين ذا بروجرام تيرمينيتس او ذا كمبيوتر از تيرنت اوف، امتى بتتفضى او بتتمسح؟ لما بتقفل البرنامج اللي انت شغال عليه او لما تطفي جهاز مين؟ الكمبيوتر. اولسو بيطلق على المين ميموري انذر نيم، وده طبعا الموست فيمس، رام، راندوم اكسس ميموري. تمام. طيب ايه الاورجانيزيشن بتاع الميموري دي؟ او لو حبينا نتخيلها، مهم جدا التخيل ده يا شباب، مهم جدا، هرسمه لك هنا اهو. اما تيجي تتخيل الميموري بتتخيلها انها عباره عن ايه؟ مجموعه من السكويرز او مجموعه من السيلز، مجموعه مربعات او مجموعه من الخلايا زي ما انا برسمها كده. طيب وبعدين كل سيل من دول، كل خليه من دول، كل سكوير من دول بتمثل لي 1 بايت. 1 ايه؟ بايت. ايه البايت ده؟ وحدة في قلب مين؟ الميموري الكمبيوتر. زي مين؟ زي الجرام والكيلو جرام والحاجات دي، كل دي وحدة أوزان حضرتك بتستخدمها في أشياء معينة. يعني على سبيل المثال، أما بتروح تشتري أي حاجة ذهب ما بتقولوش 2 كيلو جرام ذهب، استحالة طبعا. أما بتقول له إيه؟ جرام، جرام ونص لو تطول على أسعار الذهب الحالية، تقول شعر الذهب مش هتتأخر. تمام. لكن لما تروح تشتري اي نوع من الفروت او الفيجيتابلز او الخضار او الفاكهه بالكيلو جرام، صح؟ تمام. طيب نفس الكلام، الداتا عندنا، الداتا اللي هي يا اما بتبقى حروف يا اما تبقى ارقام اللي هي الفابت يا اما نيوميريك فاليوز، بحطها في صوره مين؟ يونتس معينه خاصه بالكمبيوتر. اقل يونت اوف انفورميشن تستور الداتا هي البايت. خد بالك، هو في اقل من البايت؟ اه، بس ركز في كلامي ده، اقل يونت تو ستور انفورميشن الميمو هي بايت. يعني ايه الكلام ده؟ عشان امثل رقم 1 2 4 اي رقم راندوم، او ماينس 1 او ماينس 200 اند سو اون، او اي او بي او سي، سواء ده امثله او ده امثله، احطه في الميموري. معنى ايه؟ اعمله برزنتيشن في الميموري، احطه في الميموري، استوره في الميموري. اقل حاجه هي مين؟ 1 بايت. ال 1 بايت بقى ده بيتكون من ايه؟ 8 بيتس. ايه ال 8 بيتس دي؟ ال 1 بت، البتاع الواحده بتاخد قيمه من الاثنين، يا 1 يا 0، يا 1 يا 0، يا 1 يا 0. تمام. طيب يعني ال 1 بايت هو عباره عن 8 بيتس، تمام، بتات، ايوه. واقل يونت، اقل وحده احتفظ بيها بداتا لها معنى، شايف الجمله دي؟ داتا هاز مينينج، اللي هو ايه؟ داتا يا رقم يا حرف، ماشي، هو ايه؟ 1 بايت. لكن لو قلت لك في بت عندي فيها واحد وبت تاني عندي فيها زيرو، انا مؤكد، ها، معناها ايه ال1 ومعناها الزيرو؟ واحد يقول لي اون واوف، ماشي يا سيدي على انه راسي، ايوه، بتمثل لك حرف ايه؟ بتمثل لك رقم ايه؟ هتقول لي ما ينفعش، لا البت لوحدها دي لها معنى، ولا الزيرو لوحدها دي لها ايه؟ معنى. اقل حاجه 1 بايت هو ده اللي اقدر استور فيه داتا هاز مينينج، داتا لها معنى. طيب،
فبيقول لك بقى الميموري دي او رام دي اورجانيز اسوس بيت ودي سمولست بيس اوف ميموري، دي اقل قطعه في الميموري تقدر تجزأها وتقسمها، ودي تبقى هاز فاليو 0 0 اللي هي معناها اوف او فولس، او 1 معناها اون او ايه او تو. البايت البايت ال 1 بايت 8 كونسكتيف بيتس 8 بتات ورا بعضهم. بايتس هاف ادريسز، اهي البايتس دي بقى لها عناوين، وهو ده اللي انا عايز اوصله تاني. طيب انا الحقيقه مش هفوكس على البت قوي اللي هي اصغر، غير ان البت دي بتاخد فاليو يا اون يا اوف يا واحد يا زيرو. لكن اللي يهمني مين؟ البايت اللي هو عباره عن 8 كونسكتيف بيتس. وقلت لك الميموري بتاعتك ما بتتقسمش ان تيرمز اوف ايه؟ اوف بيتس، ولكن ان تيرمز اوف ايه؟ اوف بايتس. واضحه المعلومه دي؟ عشان كده ايه؟ دايما تلاقي الميموري ان تيرمز اوف ام بي، ميجا بايتس، البي اللي هي الخفيفه بس الكابيتالايز معناها ايه؟ بايتس وليس بيت، ما بتتمثلش بام بي اللي هي سمول. وصلت؟ يبقى الام دي ميجا ميجا، والبي كابيتال دي معناها ايه؟ بايت، لكن البي سمول معناها ايه؟ بيت. طيب ممكن الام دي تشيلها وتحط جي تبقى ايه؟ جيجا بايت. وصلت؟ ممكن الجي دي وتحط مكانها تي اللي هو تيرا بايت. ماشي؟ يبقى اقل يونت في الميموري لها معنى اقدر احتفظ بيها يا فاليو اللي هو سواء كانت نمبر او كاركتر هي مين؟ البايت. كل بايت في الميموري، وده اللي يهمني، have an address to address. بيبتدي من ايه؟ من اول بايت، بايت 0. البايت الثاني 1 2 3 4 5 الى ما شاء الله وكان. البايتس دي الحقيقه التمثيل بتاعها اللي هو البايت رقم 1 2 بالهكسا ديسمال، يعني تلاقي 0 اكس 2 3 4. ايه ده؟ ده ادرس هكسا ديسمال. مهم قوي الكلام ده تعرف طبعا في البروجرامنج، مهم جدا انك تعرف الكلام ده. وات ايلس؟ نكمل الادريسز العناوين. each byte in memory is identified by a unique number known as an address. حلو قوي الكلام ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه في السلايد اللي فاتت. كل بايت في الميموري له او معرف ب يونيك نمبر، رقم احادي ما بيتكررش. ماشي؟ known as an address اللي هو ده الادرس. نقدر يا جماعه نرجع بس للسلايد اللي فاتت ونتخيل حاجه معينه. الرامات دي عامله زي الاوتيل الفندق، اما حضرتك بتحجز بيقول لك ايه؟ اتفضل يا فندم روم نمبر 8567. ايه ده؟ ده رقم الاوضه، او بمعنى اصح عنوان الاوضه. ينفع الاوتيل او اداره الاوتيل تدي رقم الاوضه لشخصين في نفس الوقت؟ استحاله. وصلت؟ فالرقم ده لازم يكون يونيك لا يتكرر. فكذلك الادرس بتاع البايتس دي، ما تلاقيش بايتين واخدين هابز ادرس، تمام؟ يعني 2 بايت 0 او 2 بايت 1، لا لا لا، ده رقم يونيك زي بالظبط رقم البطاقه او الاي دي بتاع حضرتك. من يوم ما اتولدت في الشهاده بيطلع رقم قومي يونيك ليك انت بس مش لحد تاني. ليه؟ عشان اما تحط في الادرس ده داتا تعرف توصل له بسهوله. اهو ده اللي كنا بنتكلم فيه من شويه. لو ما حدش متخيل من ميمو من الكلام ده، الراجل رسم لنا رسمه ظريفه. ايه ده؟ ليه مربع كبير ومربع صغير؟ عشان كده انا لما رسمتها لك رسمتها لك مربعات وبس، لا حطيت لك كبير ولا صغير عشان اللخبطه. وصلت؟ عشان مين؟ اللخبطه. هو معتبر المربع الصغير ده هنا في الرسمه دي هو ده الادرس، هو ده العنوان، يعني البايت رقم كام؟ خلاص؟ البايت رقم ايه كام؟ بايت رقم 0، بايت رقم 1 2 3 4 and so on لحد ايه؟ مثلا 29. سوري. طيب الفاليو بقى اللي جوه البايت ده، لو عايز احط كاركتر ايه مثلا او بي او سي اللي هو رقم او حرف كده، انا حطيت في البايت رقم واحد او الادرس رقم واحد كاركتر ايه. خلاص؟ طيب نبص كده في البايت رقم 16 في كام؟ 149. في البايت رقم 23 او العنوان 23 فيها فاليو كام؟ 72. بيقول لك في الفيجر ده the number 149 is stored in the byte with address 16. يعني دي القيمة تاني، ده الفاليو الفعلية اللي انا حاططها في البايت او مسيفها، وده مين؟ ها 16 ده مين؟ address، address مش قيمة، 16 دي address. والقيمة التانية the other value دي القيمة الفعلية اللي انا مخزنها is stored فين؟ at address كام؟ 23. يبقى خلاص، يبقى ده ادرس، اللي هنا ده ادرس، اللي هنا ده ايه؟ ادرس.
لكن هنا في فاليو، هنا في قيمه، لا فاضيه، يبقى ده فاضي. كل دي بالنسبه لي رومز فاضيه في الاوتيل، لكن دول كده ايه اوكيوبايد. ليه؟ فيهم قيم، سواء بقى كاركترز او ايه ارقام او حروف. في مشكله في الكلام ده؟ ان شاء الله لا. طيب سكندري ستورج، سكندري ستورج يا شباب دي اللي قلنا مثلا الهارد ديسك، مثلا الفلاش ميموري، الاس اس دي، السي دي روم، الدي في دي، كل الحاجات دي كلها. طيب اولا هنروح كده حته كده معلومه على جنب، هم اخترعوها ليه؟ طب ما نسال سؤال تاني اهم، هو الكمبيوتر سيستم اخترعوه ليه؟ كام زمان بيقال لينا ان ايه، ان تم اختراع الكمبيوتر على كي يقوم بالعمليات الحسابيه المعقده باسرع وقت وبايه وبقدرة عالية، وكلام اللي حضراتكم كلكم ايه عارفينه ده كويس جدا. لكن الحقيقة مش دي الحقيقة قوي. امال ايه؟ في حاجات تانية. ايه الحاجات التانية ديت؟ فعلي هما كانوا اخترعوا الكمبيوتر عشان يسيميوليت البني ادم، يسيميوليت البني ادم، الخلق بتاع ربنا. ازاي الكلام ده؟ يقول لك مثلا هناخد امثلة. الانسان بيشوف، ايوه، عنده ليه؟ عنده اتنين عينين، تو ايز. طيب الكمبيوتر ممكن اخليه يشوف ازاي؟ ان انا اركب له كاميرا او ويب كام، طبعا واحد او اتنين مش هتفرق يعني، هي الفكره الفيجن. طيب وبعد ما يشوف بياخد ديزيشن، خلاص يبقى انا هعمل اناليسز للصور اللي بيكابشرها ديت وبيصدع عليها ياخد ديزيشن، تمام؟ في مثال لده روبوتكس اللي هم مخترعين. ما هو على فكره الكمبيوتر هو روبوتك، هو اي ديفايس في اي تي او في جزء انتليجنت، كلهم واحد. طب نكمل. غير الكمبيوتر بيشوف ايه تاني؟ الانسان بيفكر وعنده عقل، صح؟ طب ما انا ممكن اخلي او ابني في الكمبيوتر ده حاجه بتفكر وتبقى عندها عقل، اللي هو مين؟ البروسيسور. الانسان بيقوم بالعمليات الحسابيه، بيجمع، بيضرب، بيطرح، هحط فيه مين؟ ارثماتيك يونت. الانسان بيقوم بالعمليات المنطقيه، بيقارن مين اطول مين اصغر، مين احط فيه الايه؟ اللوجيك يونت. يبقى الارثماتيك اند لوجيك يونت. طيب الانسان عنده ذاكره بيفتكر بيها، خلاص هحط له مين؟ رامات، رام. لكن عند النقطه دي فشلوا. ازاي الكلام ده؟ كل فتره بنسمع عن بي سي جديد وبيزودوا رام فيه، صح؟ لكن مهما يزودوا مهما تزيد، بتيجي فتره وانت شغال على البي سي بتاعك، اللابتوب بتاعك، حتى السمارت فون بتاعك، الموبايل بتاعك، بعد فتره يقول لك يا العده دي، بتقولها كده بالبلدي، تقلب، بقت تقيله. تقيله يعني ايه؟ فعلي بقى احنا ككمبيوتر ساينس فاهمين يعني الرامات اتملت، ما بقاش في نقطه ياخد فيها انستراكشن منك او يعمل لك لود لاي حاجه. لو انت بنتكلم على سمارت فون، الفيسبوك والبوستات ما بقاش يلودها، فتقوم تقول ايه؟ استنى اما اطفي العده واعمل لها ريستارت. ليه بتعمل لها ريست؟ او البي سي فجاه تقول لي ذا كمبيوتر از، الكمبيوتر بتاعي هانج. هانج دي عندنا طبعا بالانجلش اللي اسمها ذا كمبيوتر از هانجنج. هنج دي او هانجنج دي لها اساس علمي؟ اه طبعا، ان الرامات كلها، رام مش الروم ولا اي حاجه تانية، اتملت، ما بقاش في بايت فاضي يستقبل منك اي كوماند او انستراكشن، وما بيبقاش قدامك غير اوبشن واحد بس او طيب واحد، انك تطفي تدوس على الباور او كنترول الت ديليت وتعمل ريستارت. ليه؟ عشان الرامات يحصل لها ريست، الصفه تبقى تفضل تاني فيستقبل منك كوماندز تاني. ايه علاقه ده بالبني ادم؟ تبص بقى على البني ادم، بسم الله ما شاء الله، من اول ما يتولد طبعا ما بيفتكرش بقى الحاجات وهو لسه صغير، قول كده من عمر 4 سنين 6 سنين لحد ما يموت 60 80 سنه وات ايفر، قاعد ايه وتقعد تسال البني ادم ده، فاكر لما كنت صغير وحصل لك كذا كذا، فاكر لما كنا في الجامعه حصل كذا، فاكر لما خرجنا الخروج كذا، فاكر لما رحنا الساحل، فاكر لما رحنا شرم. ما جاش في مره قال لك استنى ايوه اما اعمل ريستارت للميموري بتاعتي عشان افتكر الكلام اللي انت بتقوله. يعني عايز تقول ايه؟ الميموري بتاعت خلق ربنا سبحانه وتعالى عماله تشيل وتستحمل ارقام وحروف وعناوين ومذاكره وعلوم مختلفه واماكن بتحفظها بالصوت وبالصور وبالفيديو واصوات ناس بتحفظ كل ده، وما ايه قالتش سيبني مريح شويه. اما صنع البني ادم للبي سي ده، ابو رامات ده، كل ما يزودوا رامات يلاقوا فبيزودوا البرامج، فباحتياجها بتزيد من ميموري، فبعد فتره برضو الرام بتهنج. فحبوا يعالجوا الموضوع ده ويعملوا حاجه مكمله للميموري دي، سموها سكندري ستورج. على فكره الرام اللي هي المين ميموري لها اسم تاني اسمه ايه؟ برايمري ستورج، يعني الذاكره الاساسيه او الرئيسيه. اول
وصف فيها او اول فيتشر فيها لو تفتكروا فريم انها فولاتايل متطير، يعني اول ما اطفي الجهاز، اول ما اعمل ستارت، اول ما اقفل البرنامج، كل الفريمات دي مين تتمسح. فحبوا يلافوا الخطا ده فعضلوه او يعني او عملوا سبورت باستخدام مين النان فولاتايل ميموري او اللي هي سكند ستورج، وسيله تخزين ثانويه او اخرى انذر ستورج اللي هو بقى حاطه فيه هارد ديسك، بحيث لما تحط ملفات تطفي الجهاز وتايده تلاقي الفايلات دي موجوده، تحط فيديوهات تطفي الجهاز وتايده تلاقي موجوده، وامثله لها السي دي روم والدي في دي والاس اس دي، كل دي اللي هي بص داتا ريتيند بيتم الاحتفاظ بيها. وين بروجرام از نوت رانينج او كمبيوتر استند اوف، ايوه ما فيش حد مثلا حط ملفات على الهارد وطفى الجهاز وقاده وسابه سنه سنتين او شهر او شهرين وجه لقى كل الحاجات دي ممسوحه او اتشالت او ما بقتش موجوده، صح ولا مش صح؟ طيب كمز ان افرايتي ميديا، السكندري ستورج دي بتيجي في اشكال مختلفه، ماجنتيك دي كاتيجوري، سوليد ستيت اللي هو اس اس دي، واوبتيكال وفلاش درايف. ادي الكاتيجوريز المختلفه اللي بتيجي فيها مين كل السكندري ستورج. الماجنتيك وده طبعا التراديشنال هارد ديسك درايف اللي هو بيوز ايه موفابل ميكانيكال ارم تو ريد اند رايت، اللي هو حبه سي ديز اسطوانات كده فوق بعضها، وطبعا الكتابه بالماجنتيك، ومجموعه من الارمز مسؤوله عن الريد ورايتنج الداتا. اس 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 دي او سوليد ستيت دي داتا ستورد ان شيبس عامله زي فلاش ميموري، شيبات كده نو موفينج بارتس، ما فيش اي ايه يعني اجزاء فيها بتتحرك، ثابته. الاوبتيكال درايفز اللي هي السي دي روم والدي في دي، الفلاش درايف ودي كونكتد طبعا سو مين اليو اس بي بورت اللي هو بقى سواء فلاش ميموري او اللي هو الميموري كاردز اللي احنا زي اللي بنحطها في الموبايل والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي كويس. تمام نكمل. انبوت ديفايسز، ايه هي الانبوت ديفايسز؟ طبعا قلنا امثله لها في الرسمه السابقه، هي كل ما هو كل ديفايس بيسند انفورميشن او بينتر داتا تو ذا كمبيوتر سيستم. ماشي طبعا such as many devices can provide input، في أجهزة كتير زي الكيبورد والماوس والتاتش سكرين والسكانر والديجيتال كاميرا والمايكروفون، كل دي input. ديسك درايف وسي دي ودي في دي درايفرز برضو كل دي ممكن اقرا منها داتا، وهنشوف الكلام ده بعد. طيب السوفت وير بروجرامز ذات ران اون ذا كمبيوتر، البرامج اللي بترن على الكمبيوتر، اللي هو انت ان شاء الله كبروجرامرز المفروض تبقى واحد من الناس دي اللي تكتب كود، والكود ده يترن على مين؟ على الكمبيوتر. كان بي كاتيجورايزد، ممكن اقسمها لمجموعه من الكلاسز، مجموعه من الكاتيجوريز. ايه هي دي؟ اول كاتيجوري عندنا سيستم سوفت وير، سيستم ايه؟ سوفت وير. وتاني كاتيجوري مين؟ ابلكيشن مين؟ سوفت وير. خلاص وهندي اكزامبلز على هنا وهندي اكزامبلز على هنا. ايه السيستم سوفت وير؟ لما اجي اسالك برنامج الوورد ده سيستم سوفت وير ولا لا؟ لما اجي اسالك برنامج مثلا الميديا بلاير ده سيستم سوفت وير ولا ابلكيشن هارد وير؟ تقول لي ايه اللخبطه دي؟ طب نفهم ايه الفرق عشان نقدر نصنف. طيب حاضر، سيستم جاي من او اس، جاي من مين؟ او اس اللي هي ستاندز فور اوبريتنج سيستم، فاختصارا بيطلق على مين؟ سوفت سيستم سوفت وير. هي كل البرامج ذات مانج يعني بتدير، ذات اورجنايز براحتك، ذات ارينج براحتك، الكمبيوتر هاردوير، هي كل البرامج مسؤوله عن الهاردوير في الكمبيوتر، عن الميموري والهارد والدي في دي والسي دي والكيبورد والكل والماوس وكل ده. And the program that runs on them، والبرامج اللي بتشتغل عليه. Example الاوبريتنج سيستمز بانواع، يعني ما تقول لي الويندوز ده سيستم سوفت وير ولا ابلكيشن سوفت وير؟ سيستم سوفت وير. اللينكس، الماك، الاندرويد، كل دي سيستم سوفت وير. خلاص؟ اليوتيليتي بروجرامز، البرامج الخاصه بيها، زي مثلا البرامج اللي خاصه، ركز معايا، بانها مثلا تعمل بارتيشن للهارد ديسك، تعمل كوبي، بتعمل كات، كمان كل ده عباره عن بروجرام، حبه اكواد بتنفذها، بتعمل رينيم، بتعمل تقسم لبارتيشن، كل دي اسمها يوتيليتي بروجرامز، دي كلها تبع مين؟ السيستم سوفت وير. السوفت وير ديفلوبمنت تولز، ودي مين؟ الكومبايلرز، تعتبر ايه؟ السيستم ايه؟ سوفت وير. خلاص طيب الابلكيشن سوفت وير دي عباره عن بروجرام ذات بروفايد سيرفيس تو ذا يوزر، برامج بتوفر لليوزر خدمه معينه، زي برنامج الوورد، انا لما بنزل ويندوز مش بينزل مع الوورد، انا بنزله بعد كده ليه؟ عشان الاقي برنامج اكتب عليه، بعد ما بنزل اوبريتنج سيستم بنزل جيم معينه من عند صاحبي او من على النت او من كده، ليه؟ عشان العب، عشان ابروفايد ليا انترتينمنت، نوع من المتعه او الاثاره.
تمام، بنزل برنامج معينه زي الماثيماتيكا او بتاع عشان تسولف ساينتفك بروبلمز معين، او ماتلاب عشان امبلمنت بيه. يبقى كل دي تعتبر ابلكيشن سوفت وير وليست مين سيستم سوفت وير. بروجرامز اند بروجرامنج لانجويج، نبتدي بقى نقرب اكتر من مين من الكورس. تمام، ايه هو البروجرام؟ set of instructions that computer follows to perform a task، ودي قلناها معينة صح؟ طيب ايه هو الالجوريزم؟ ايه هو الالجوريزم؟ الالجوريزم يعني ايه؟ بلاش نترجمها ترجمة حرفية بس نفهم معناه. هي مجموعة من الخطوات المعقمة والمرتبة اللي اللي بتقول لي اعمل ايه بالظبط. دي بمنتهى البساطة a set of ordered او numbered steps، خلاص مجموعة من الستبس الخطوات to tell the computer what to do. هو ده مين؟ الالجوريزم. خلاص ده اكزامبل الالجوريزم الكالكوليتنج الكوسبي. ماشي، اللي هو ايه؟ اول حاجه ان انا اقول اول خط، شايف دي خطوات الالجوريزم نفسه كام ستيب؟ 5 ستيبس، خمس خطوات. اول حاجه display a message on the screen، هعرض له رساله على الشاشه. how many hours did you work، انت بتشتغل كام ساعه؟ خلاص. وبعدين تاني خطوة wait for the user to enter the number، هنستنى لما اليوزر يدخل عدد الساعات اللي بيشتغل. once the user enters a number store it in memory، أول ما يدخل الرقم ده خزنه في الميموري. طيب ثم بعد كده display a message on the screen، أعرض له شاشة رسالة على الشاشة. how much do you get paid per hour، هو أنت بقى بتقبض كام في الساعة؟ يعني الساعة واقفة عليك بكام؟ يعني هو دخل لي 10 ساعات وانا خزنت ال 10 ساعات دي في الميموري، هساله هي الساعه بتاعت الشغل بتاعك ده هتجيب كام؟ سي ب 10، يعني انا هشتغل 10 ساعات وسي ب 10 جنيه الساعه. هقوم ضاربهم في بعض 10 في 10 يبقى ب 100، يبقى اللي هيقبضه كام؟ 100. ويت فور ذا يوزر تو انتر ان اور بيريد، يعني اما يدخل معدل الساعه بتاعته بكام؟ وانس ذا يوزر انتر ذا نمبر ستور ات ان ذا ميموري. multiply the number of hours، اهو دي بقى الكالكوليشن او الحسبه بتاعتي في خطوه رقم 5، هضرب عدد الساعات اللي دخلها اول مره في الاماونت كميه الساعه بكام، سعرها بكام، and store the result in memory، وهخزن برضه النتيجه فين؟ في الميموري. the final step اطبع له الريزلت. display a message on the screen that tells the amount of memory earned. the message must include the result of the calculation performed in step 5. يعني مش هقول له ايه the number of so the total amount of money that you will earn is وقف كام هيعمل حاجة وقفت على كده، فلازم اطبع له ايه لو حصل ضرب الاثنين دول مع بعض. طيب الماشين لانجوج كتير جدا بنسمعها. الماشين لانجوج دي الخطوات اللي فاتت في السلايد اللي فاتت دي يا شباب ما ينفعش تبقى كود لأي لغة برمجة، أو تبقى برنامج كمبيوتر، سوري، أو تبقى برنامج كمبيوتر بأي لغة وتتنفس. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أمال دي خطوات إيه؟ الألجوريزم ده وصف شرح، زي ما واحد يسألك إيه؟ لو سمحت أيوه أنا دلوقتي من بنها خلاص وعايز اروح اسكندريه اعمل ايه؟ فواحد يقول لك ايه ده في كذا طريقه، ايوه تروح محطه القطر وتسال على اول قطر اسكندريه وتروح، غيره ممكن مش عارف تروح القاهره وتاخد بولمان او مش عارف اتوبيس من هناك وسريع ومكيف، غيره ممكن مش عارف تركب تروح اسكندريه الصحراوي عدائي وبعد كده تركب. ايه ده ايه ده؟ كذا طريقه وكلهم بيؤدوا لنفس الطريقه. هل دول كلهم اليوزر هيعملهم؟ هيعمل خطوه واحده بس. هل دول كلهم ايه؟ مجرد جايدز. فالالجوريزم ده اللي احنا كاتبينه ليس كود ولا حاجه بتتنفذ او تترن، دي شرح للطريقه او الاسلوب اللي هتعمله بيه. هتكتبه بلغه برمجه ايه او هتكوده بايه؟ دي قصه ثانيه. وصلت دي اول معلومه. معلومه اتنين، الكمبيوتر اللغة الوحيدة اللي بيفهمها هي الماشين لانجوج، هي اللي ايه؟ The computer only executes the machine language instruction، ما بينفذش غير ده. فبرغم من حضرتك اهوت بيقول لك في المثال السابق الالجوريزم ده بيعرف ايه الخطوات، ازاي تحسب الحسبة بتاعتك، لكن ايه؟ ده مش قابل ان هو to be executed in the computer. امال لازم تحول الكلام ده لمين؟ للماشين لانجوج. ايه بقى الماشين لانجوج دي؟ اهو الكمبيوتر can understand only a sequence of ones and zeros. مين؟ ايوه اللي هي سلسله
من الوحيد والاصفار، هو ده اللي بيفهمه الكمبيوتر. كل الانستراكشنز اللي في الدنيا، الاوامر اللي تكتبها باي لغه برمجه، سي بلس بلس، جافا، سي شارب، روبي، كوبل، فورتران، اي لغه برمجه، بايثون، كل ده لازم يتحول لمين؟ للماشين لانجوج اللي هي كام؟ وانز اند زيروز. ايه وانز اند زيروز دي؟ الكمبيوتر ما فهمش غير وان، مرر سيجنال كده، مررت سيجنال للكمبيوتر، ما بعتش حاجه، بقت كده ايه، ما مررتش سيجنال للكمبيوتر، سيجنال كهرباء، الكتريكال سيجنال يعني. فانك تمرر الكتريكال سيجنال ده اون اللي هي معناه 1، ما تبعتش حاجه معناه ايه؟ زيرو. هو ده اللي يفهمه الكمبيوتر اللي بينفذه. طيب الناس زمان كانت بتكتب ده، اللي هو مين؟ الماشين لانجوج ديت والوحاد والاصفار ده، ويا سواد ويا ليله البروجرامر لو غلط في صفر واحد زياده، يعني غلط بدل الصفر واحد بدل واحد صفر، بيعمل ايه بقى؟ بيقعد يكتب الكود من الاول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه؟ اصل ما كانش في اختراع اسمه باك سبيس، كان في بنش كاردز كده معينه، حاجه كده زي الديسكات او السدهات، بس وانت بتكتب عليها مره واحده، لو غلطت في حرف او واحد غلط او زيرو عيد من الاول. تخيل العذاب اللي الناس كانت بتتذله، كانش في اختراع اسمه باك سبيس. فغزر زين دلوقتي بقى في نيو دايز اللي احنا عايشينها دي دلوقتي، بدل رايتنج البروجرام الماشين لانجوج اللي الكمبيوتر ما بيفهمش غيرها، ايوه، ذا بروجرامرز يوز ا بروجرامينج لانجوج. تاني قال لا، طب ويعني الكومبايلر بيفهم البروجرامينج لانجوج ما بيفهمش الماشين لانجوج؟ لا لا خالص، امال ايه اللي بيحصل؟ صبرا الا ياسر، حضرتك كتبت الكود بتاعك بالسي بلس بلس، تمام؟ ايوه، دي ايه؟ بروجرامنج لانجوج. حضرتك كتبت كودك بمين؟ بالجافا. حضرتك كتبت كودك بالفورتان، بالبايثون، كل الاسماء دي بروجرامنج لانجوج. ايوه، طب فين الماشين لانجوج؟ اما تيجي ترن او تنفذ البرامج اللي هي بالبروجرامنج لانجوجز المختلفه دي، في سوفت وير اسمه كومبايلر. اسمه ايه كومبايلر؟ كومبايلر ده بالعربي ده معناه ايه؟ ترانسليتور، يعني ايه؟ المترجم. هو اللي بيحول، بيكونفيرت من البروجرامنج لانجوج اللي انت كتبت فيها للماشين لانجوج اللي يفهمها الكمبيوتر. وصلت؟ مش فاهمين حاجه، صح؟ طيب نقول تاني باسلوب تاني، حضرتك تقدر تعتبر الكمبايلر ده، حضرتك مثلا ما بتعرفش غير عربي وبورسعيدي وطلياني، خلاص، ومعاك واحد صيني ما بيتكلمش الا صيني، وانت عايز تكلمه وهو عايز يكلمك، فبتقول لي استنى يا عم، ما ندور لنا على مين؟ ترانسليتور، مترجم. المترجم ده المفروض يفهم ايه؟ يبقى فهمك وفهمه، يفهم الصيني بتاعه والبورسعيدي بتاعك عشان يعرف يترجم من هنا لهنا، صح؟ فهو ده الكومبايلر. الكومبايلر ده عباره عن سوفت وير، سوفت وير بيترجم من مين؟ من لغه للغه تانية. اللغة الأولانية دي ممكن تبقى ميني، تبقى أكتر من لغة، يعني ممكن جافا، بايثون، سي شارب، أي لغة من البروجرامنج لانجوج اللي حضراتكم سمعتوا عنها أو تعرفوها، أو السي بلس بلس اللي إحنا نشتغل بيها الكورس بتاعنا ده. لمين؟ أهم حاجة، لحاجة واحدة ثابتة اللي هي مين؟ الماشين لانجوج اللي مين بيفهمها؟ الكمبيوتر، يعني اللي حولها ليه؟ لسيكونس أوف أحاد وصفار. طب ممكن لو سمحت تفكرنا، رغم إن إحنا خدنا الكلام ده في كورس الإنترودكشن تو كمبيوتر ساينس، ايه هو الكلاسيفيكيشن او التايبس اوف البروجرامنج لانجوج؟ حاضر، في لو ليفل لانجوج اللي هي لغات اللي هي في المستوى الادنى او القليل، خلاص، ودي الكوميونيكيشن معاه ومع الكمبيوتر بيبقى مباشر وسريع لانها بتتعامل مع الهاردوير على طول، واوفن ريتن ان باينري ماشين كود، بتبقى مكتوبه بوحاد وصفار اللي هي الماشين لانجوج. وفي الهاي ليفل لانجوج، يبقى عن زي ما في لو اللي هو ادنى، في حد اعلى اللي هو مين؟ هاي ليفل لانجوج، ودي بتبقى كلوزر تو هيومن لانجوج، بتبقى قريبه من لغه البني ادمين، وطبعا بتبقى قريبه من لغه مين؟ الانجليش لانجوج، الانجليزي، لان هو ده ايه؟ زي ما حضراتكم عارفين هو لغه العلم، كل العلوم ومعظم العلوم مكتوبه بالايه؟ بالانجليش لانجوج، وعشان كده البروجرامنج لانجوج قريبه من مين؟ من كلمات الانجليزي. زي ايه بقى؟ ده بقى الهاي ليفل لانجوج، الجافا والسي بلس بلس والسي شارب والبايثون والروبي، وكل ده يعتبر هاي ايه؟ ليفل لانجوج، ماشي؟ دي اكزامبلز للفيمس لانجوج، سي بلس بلس، بيزك، فورتران، جافا، سي شارب، كوبل، سي، بايثون، جافا سكريبت، فيجوال بيزك، روبي، اند سو اون. لما حد يسالك هاو ميني بروجرامينج لانجوج ان اوفر ذا وورلد، عدد لغات البرمجه قد ايه؟ هتقول لك 10 20 30 50، بص هم 100، طب خدهم 250 باكج على بعضها، لا، انفينيتي من البروجرامينج لانجوج. How many compilers؟ عارفين الكومبايلرز اللي هو بقى بترجم من اللغات دي لمين؟ ها؟ للماشين كود اللي هو حد وصفار، تمام؟ برضه ايه؟ infinity، عدد كبير جدا لا يمكن ايه؟ حصل.
تمام. بس طبعا في كل لغه في الفيمس كومبايلر بتاعها وفي كده الفيمس ايه والستاندرد انستراكشن بتاعها. طيب فروم اي ليفل بروجرام تو ان اكسكيوتابل فايل، هنا مع بعض هنقول حاجه مهمه جدا 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 جدا، ذا جيرني اوف كودينج. يعني ايه الكلام ده؟ رحله البرمجه بتبتدي ازاي؟ من اول ما افتح ملف جديد وابتدي اكتب فيه اللي هو ده اي تكست اديتور، واكتب فيه مين؟ الكودينج، اللي يخش على مرحله البري بروسيسور، يخش على مرحله الكومبايلر، ثم اللينكر، ثم بعد كده ايه هيخش كده زي فلو بيتشك على حاجات معينه، وفي الاخر خالص طلع مين؟ اكسكيوتابل فايل او فايل دوت اكس اي. تمام. اول ستيب عشان نقولها في عجاله، بتكريت فايل في قلب مين؟ الكومبايلر. ده بيبقى تكست اديتور بتبتدي تكتب فيه الكود بتاعك. بعد كده بعد ما تخلص كتابه الكود في بيبقى كي او صغار او سيمبل اسمه رن، يعني نفذ نفذ الكود ده بقى. فده بيخش على اول مديول اللي هو اسمه البري بروسيسور، ده اللي بيحول بيكونفرت السورس فايل الكود بتاعك اللي هو بيبقى سي بلس بلس او جافا او فورتران او اي لغه ماشي، دايركتيفز تو سورس كود بروجرام ستيتمنت، بيبتدي بقى يحولها لستيتمنتس معين. بعد كده بيخش على مديول تاني اسمه الكومبايلر، لو تمام بيبتدي يكونفرت السورس كود بتاعك ده للماشين كود او الماشين انستراكشن. في الاخر خالص بيخش على مديول تاني اسمه لينكر، ده عشان يكونكت الهاردوير سبيسيفيك كود تو الماشين انستراكشن، وده اللي بيبروديوس ان اكسكيوتابل فايل، وده الفاينل اوتبوت اللي احنا منتظرين. الستيبس من بي لدي اللي هم الثلاث خطوات دول اوفن بيرفورمد باي سنجل كوماند او بوتون، يعني بيحصلوا بكليكه واحده او بتكه واحده، يعني بيخش على البي بروسيسور ثم الكومبايلر ثم مين؟ اللينكر، كل ده لو تمام عشان يكريت لك في الاخر مين؟ الاكس اي. طيب لو في ايرورز في النص ديتكتد ات اني ستيب ده ويل بريفنت الاكسكيوشن اوف ذا فولوينج ستيبس، يعني لو في ايرور هنا مش هيكمل، لو في ايرور هنا مش هيكمل ايه يوصل لهنا. فالخلاصه لازم الكود يبقى مكتوب صح بزاوية ايرورز عشان توصل لمين؟ للاكسكيوتابل فايل. السلايد اللي بعد كده ده دايجرام بيوضح لي ايه اللي بيحصل بالظبط من اول ما اكتب السورس كود. ده مثال هو يا جماعه اللي هو في السكوير ده او المربع ده، نكبره شويه. هاش انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي انتجر مين سي اوت هال وورلد ريتيرن زيرو، واقفل الكورس. ده كود كاني فتحت ملف وكتبت فيه مين؟ الانستراكشنز دي والكود ده اللي هو بلغه مين؟ السي بلس بلس. خلاص اول حاجه الكود ده بسيفه باسم تمام، وبعمل ايه بعد كده؟ بعد ما بسيفه بالاسم بيخش على مين؟ البري بروسيسور مديول. ثم بعد كده بيحصل ايه بعد ما بخش على البري بروسيسور؟ بحصل على كود اسمه موديفايد سورس كود، بحصل على كود اسمه ايه؟ موديفايد سورس كود. ليه؟ هنفهم. بيشيل السطر ده اللي هو عشان كود اي او ستريم مثلا واللي زيه، وبيحط مكانه حبه انستراكشنز معين. فلما شلت السطر ده وحطيت مكانه اربع او خمس سطور مثلا، يعني مش كده السورس كود ده ما بقاش سورس كود، يعني ما بقاش الملف الاصلي، بقى اتلعب سوري في اللفظ اتلعب فيه او اتغير فيه، فبقى اسمه ايه؟ موديفايد سورس كود. بعد كده بيخش على الموديول تاني الكومبايلر، الكومبايلر ده بتشيك على السنتكس، السنتكس ده يعني القواعد، لو ناسي سيمي كولون، كاتب السبيلنج هنا غلط، اي حاجه من الكلام ده لو في اي ايرور بيدهولي ما بيكملش، ما بيكملش بيقف لحد هنا. المفروض بقى انا اصلح الايرورز دي واعمل ايه؟ كومبايلنج تاني او رننج تاني. طب ما فيش ايرور وتمام الخطوه دي، بيجنريت اوبجكت كود. ايه اوبجكت كود ده؟ اسم نفس الكود بتاعي بس الاكستنشن بتاعه دوت اي اوبج، دوت اي اوبج. بعد كده تمام بيخش على اللينكر ويكريت مين؟ نفس اسم الفايل بتاعي دوت اي اكس اي. تمام؟ طيب اسم الفايل الاولاني بيبقى اي اسم بختاره دوت سي بي بي، يبقى السورس كود الفايل الاصلي بيبقى دوت سي بي بي، اما جنريت الاوبجكت كود بيبقى نفس اسم الملف، يعني سميته فوق احمد دوت سي بي بي مثلا، احمد دوت سي بي بي، يبقى اسمه احمد دوت اوبج احمد دوت اي اكس اي الاكسكيوتابل فايل. ده بنسميه السورس كود، وده الماشين كود، وده في الاخر من الاكسكيوتابل فايل اللي هو ايه؟ اما رنه لوحده بقى بيرن از ستاند الون فايل من غير خالص مين؟ محتاج الكومبايلر بتاعه. نتكلم على حاجه اسمها انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت اي دي اي، دي مشهوره لكل اللغات، يعني مفيش حاجه اسمها اي دي اي لكل بروجرامنج لانجوج. سي بلس بلس لها الاي دي بتاعتها، الجافا لها الاي دي بتاعتها، البايثون لها الايه؟ اي دي بتاعتها.
ايه بقى الاي دي؟ نحفظها زي اسامينا، انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت. ايه ده؟ اللي هو الكومبايلر بتاعي او البرنامج اللي هكود فيه. الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت او اختصارا الاي دي، دي بتكومباينز كل التولز نيدد تو رايت، عشان اكتب اكومبايل يعني اترانسليت اديبج البروجرام بتاعي ان سنجل سوفت وير ابلكيشن، ان انا احصل في الاخر الهدف اي اكس اي فايل، هو حاجه دوت اي اكس اي ملف التنفيذ بتاعي. مثال للكلام ده الكومبايلرز ديت او الاي دي اي لو مايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس، وده اللي هنشتغل عليه، في تيربو سي بلس بلس، في بورلاند سي بلس بلس، في كودر وورير، في كتير جدا. عشان كده اما يقول لك هاو ميني كومبايلرز في اي لغه تقول له ايه؟ انفينيتي، عدد لا نهائي. عارف فاكرين الانفينيتي في الماس؟ هي دي بتاعت. طيب ده اكزامبل الاي دي ده بتاع المايكروسوفت فيجوال ستوديو، تمام؟ وده الكود اهو بتاع الجروسري، راجل حاطه لنا. طبعا هنشوف الكلام ده بالتفصيل وازاي نكتب الكود والسنتكس بتاعه كل ده نتعلم. ده الاي دي. شايف هنا في مجموعه من التولز اهيت موجوده، في مجموعه من البروبتس اهي موجوده، ده الورك اريا بتاعتي اللي بكتب فيها الكود او التكست اديتور بتاعي، وادي التولز تانية، ده زرار البلاي او الكومبايل، وفي هنا ايه المينيوز اللي بعمل بيلد وبروجكت وكل ده. شايف كل الكومباينيشن يعني ده زائد ده زائد ده زائد ده هو اللي كوني ما يعرف باسم اي دي اي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، خلى لي كل طلباتي في مكان واحد زي الهايبر ماركت او السوبر ماركت، بتخش الناس بتخش وبتلاقي اكل ولبس وشرب وكل اللي هي نفسها فيه. طيب وات از ا بروجرام ميد اوف؟ الكود بقى السنتكس معمول من ايه او مكتوب ازاي او كده او بيتكون من ايه، تمام؟ طيب اول ما اخش في التفاصيل ديت وبيتكون من ايه وفي قلبي ايه، لازم نقول حاجه ظريفه قوي. ايه هي البروجرامنج لانجوج يا جماعه؟ زي الناتشورال لانجوج. ايه 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 البروجرامنج لانجوج؟ لغه البرمجه سي بلس بلس، جافا، بايثون، روبي، الكلام ده زي الناتشورال لانجوج، لغه العربي زي الانجليزي، الفرنش، الالماني، جيرمن، كل الحاجات دي. اه هو انت عشان تقول انا بعرف الماني، بعرف فرنساوي، بعرف عربي، لازم تكون متعلم ايه؟ set of vocab اللي هي مجموعة الفوكابلز اللي هي الكلمات او keywords، صح؟ وكمان والجرامر بتاع اللغة دي. ليه جرامر؟ عشان تقدر تكون جملة صح، صح؟ زي ما نقول مثلا في الستيتمنت في الانجليش لانجوج، لازم عشان اقول جملة صحيحة لازم يبقى فيها ايه؟ ها؟ subject و verb و object، اللي هو ايه ده؟ فاعل، فاعل وفعل ومفعول به، ماشي؟ هي بلايز فوتبول، هي ده اللي هو مين؟ ها؟ ده الفاعل، وبلايز ده الفيرب، ومين؟ ها؟ والاوبجكت الاخير مين؟ فوتبول، هو بيلعب كرة القدم، ماشي؟ ده اللغة العادية، نفس الكلام بالظبط بالنسبة للغة الكمبيوتر. البروجرامنج لانجوج، مش عارف بقى أي حاجة. لها مجموعة من الكي ووردز، الكلمات اللي لازم أبقى عارفها، اللي لما الكومبايلر بيشوفها كاتبها بينفذ أوامر معينة. يعني زي انه بيطبع على الشاشه رساله، بياخد من بيقرا من اليوزر داتا اند سو اون، هنشوفهم دلوقتي هم، ماشي؟ دي اسمها السيت اوف كي ووردز او البوكابلرز. ما بنقولهاش بقى بوكابلرز في البوكاب، امال ايه؟ سيت اوف كي ووردز او ريزيرفد ووردز، ماشي؟ اللي هي هنا ايه؟ دي. طيب الجرامر عندنا في البوكابلرز لانجوج ما بتقالش عليه جرامر، امال اللي بيتقال عليه مين؟ سنتكس. هي القواعد، قواعد بتاع اللغه دي في البروجرامنج لانجوج بقى ايه؟ سينتاكس. يعني هنا في الناتشورال لانجوج فوكاب فوكابلرز، وهنا ايه؟ جرامر، تمام؟ ده ايكوفالنت دي سينتاكس، والفوكابلري ايكوفالنت لمين؟ الكي وورد او الريزيرفد وورد. في بقى حاجات بقى اسمها بروجرامنج ديفايند ايدنتيفاير اوبريتورز بانكتشويشن، كل ده هنفهمه مع بعض، تمام؟ طيب نيجي كده نكلير ده عشان نشوف بقى ايه بيقول لك. ايه what is a program made of؟ اي برنامج المفروض فين في البروجرامنج لانجوج المفروض اشوف فيه ايه؟ set of keywords، الكيوردز دي انا اعرف، set of programmer defined identifiers، operators اللي هي زي الاديشن سبتراكشن بانكتشويشن نقطه والسيمي كولون، حاجات الترقيم زي عندنا في الستيتمنت في الانجليش، بعد في نهايه الجمله بتحط ايه؟ نقطه، واحيانا ساعات بنحط سيمي كولون، واحيانا ما نقول احمد اند علي اند ابراهيم بنفصل بكومنتس. السنتكس هنشوف ايه القواعد المفروض انت اي ستيتمنت بيحصل فيها ايه اند سو اون، كل ده هنشوفه مع بعض.
ده شكل يا جماعة البرنامج مكتوب بلغة السي بلس بلس، ماشي؟ مش مهم نقول ايه كل اللي فيه ولا تفهم اللي فيه، امال احنا ايه حاطينه عشان نشرح فين. اديني اكزامبل الكيوردز، اديني اكزامبل البروجرام ايدنتيفايد ديفايند ايدنتيفايرز، اديني اكزامبل اوبريتورز بانكتشويشن سينتاكس، عشان نعرف ازاي اي برنامج بيتكون من الحاجات دي. على فكرة الكلام اللي انا هقوله ده بينطبق مع اي لغة برمجة، يعني نفس الكلام مع جافا مع السي شارب، كل واحد في القصه دي وبيتكون من ده. هاش انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي انتجر مين دبل اورز سي اوت كذا سي ان كذا سي اوت كذا اند لا بلا بلا. اول حاجه كي ووردز، ايه الكي ووردز دي؟ اولسو نون، ودي مهم جدا انك تحفظهم يا شباب، ده مش بس سي بلس بلس او اي لغه برمجه. كي ووردز الكلمه دي مكافاه لكلمه مين؟ ريزيرفد ووردز. كي معناها مفتاح، يعني كلمات افتتاحيه اذا جت في الكود لها معنى. ريزيرفد ووردز يعني كلمات محجوزه، الكومبايلر هو بس اللي حاجزها لنفسه لانه بيفهمها وبيترجمها بشكل معين، لكن اي حاجه ثانيه مش هيفهمها. طيب دي هاف سبيشال مينينج ان سي بلس بلس، ده مين ده؟ اللي هي ريزيرفد وورد او الكي وورد، لها معاني مخصصه فين؟ في سي بلس بلس. طب لو بنتكلم على ريزيرفد وورد او الكي ووردز بتاعت الجافا، فبدل دي هتقول ايه؟ لها معنى فين؟ في الجافا. لها معنى فين؟ في الروبي، في البايثون، في مش عارف ايه. يعني كل لغه لها سيت اوف ايه، كل بروجرامنج لانجوج لها سيت اوف ريزيرفد ووردز او كي ووردز، ماشي. كانت بي يوزد فور اني اذر بيربز، ما اقدرش استخدمها لاي هدف تاني، خلاص. اكزامبل بقى للكي ووردز في البروجرام السابق، كلمه يوزنج دي كي وورد، نيم سبيس دي كي وورد، انت دبل ريتيرن، كل دي فين الكلام ده؟ نروح على المثال السابق، يوزنج دي كي وورد، نيم سبيس كي وورد، انت كي وورد او زيرو دبل، ماشي، سي اوت سي ان ريتيرن، كل دي اكزامبلز لمين؟ ريزيرفد وورد او كي ووردز غيره. اهو الراجل ريحني واعلم لك عليهم اهو، تمام. طيب بروجرامر ديفايند ايدنتيفايرز، يعني حضرتك اللي معرف بنفسك كلمات معينه لها دلاله عنها، ماشي، فين؟ في البرنامج بتاعك، ومش شرط تستخدمهم في البرنامج تاني، لا ده هو بس البرنامج ده. ده المفروض يا جماعه، او مثال اهوت اورز اللي هو عدد الساعات، ريت وبي، تمام. ده لو نرجع اهو للمثال، فين الكلام ده؟ كلمة دي اورز دي انت اللي معرفها كبروجرامر، ريت انت اللي معرفها، بي لو فاكرين المثال بتاع الجروسري اللي هو بتاع البقاله، بيساله عدد الساعات كام وبيقرا في متغير او فاريبل اسمه اورز، عدد الساعه سعرها كام بيقرا فين؟ في ريت. يبقى البي المفروض يدفع للعامل ده او الشخص ده ان انا بملتبلاي الاور فين؟ في الريت، وبعد كده بطبع له في الاخر مين؟ البي ده المفروض يدفع، تمام. فدي حاجات اللي هم 1 و 2 و 3 اللي هم السيت اوف فاريبلز المتغيرات، انت اللي بتعرفها، مش كلمات محجوزه للغه بس لها طبعا قواعد هنعرفها ايه كمان شويه، اللي هي اوبريتورز. ممكن يبقى في البرنامج بتاعك بعض الاوبريتورز زي مين؟ الاديشن، السبتراكشن، المالتبليكيشن، الديفيجن. طبعا الجمع معروف والطرح معروف والضرب مش علامه فيه، امال علامه ايه؟ استرك، اللي عندك على الكيبورد شيفت مع صغار 8، او عندك على الكالكوليتر اللي على اليمين لوحدها اللي هو كده صغار مرسوم عليه استرك او ستار، ده المالتبليكيشن. الديفيجن، الديفيجن، وباكد العلامه دي مش العلامه دي، تلاقي عندك الشرطه دي وعكسها، دي معناها ديفيجن معناها القسمه، اما دي بتستخدم ليه؟ للباص، فاكرين الباص؟ لما تقول الملف بتاعك عندك على الكمبيوتر فين؟ فتقول سي مثلا ويندوز علي دوت تكست، شايف العلامه دي؟ العلامه دي بستخدمها مع الباص، مع الفايل باص اللي هو ده، اما الديفيجن العكس. طيب العلامتين دول عشان ما تلخبطش ما بينهم هنشرحهم كالاتي، هنشرحهم كالاتي. دي اسمها فورورد سلاش واختصارا سلاش، ودي باكورد سلاش وهي بتبقى باكورد سلاش ما لهاش اختصار. طب عشان ما تلخبطش انا الديفيجن ايه، سلاش او فورورد سلاش؟ طيب هتتخيل حضرتك العلامه اللي هي المايله دي او المايله دي كانها راجل واقف بالجنب، ماشي، وباصص في الاتجاه ده، حلو، شخص اهو واقف ايه بالجنب، بالجنب خلاص، وباصص في الاتجاه ده، يعني عينيه هنا، ماشي. الشخص ده لو وقع لقدام، الشخص ده وقع لقدام على بطنه،
خلاص يبقى دي ايه اللي هي العلامه ايه دي اللي اسمها ايه سلاش او فورورد سلاش يعني بيقع لقدام. طب لو وقع على ظهره، ظهر يعني ايه باللغه الانجليزيه باك، وقع على مين على ظهره ما وقعش على الارض يعني مال كده بس، فدي ايه باك سلاش. خلاص مهم جدا انك ايه تفرق ما بين الاسمين دول باك سلاش وفورد مين سلاش. الفورد سلاش اللي هي دي اللي بنستخدمها مع مين؟ مع الديفيجن. ماشي. طيب في برضه سم اوبريتورز زي ايه؟ اتنين للزان واتنين جريتر زان والاساينمنت والستار. ده اكزامبلز في البرنامج. فين هجيبهم؟ اهو علم عليهم اهو. بعد سي اوت في اتنين للزان، اتنين اصغر من، اتنين جريتر زان اكبر من، نفس الكلام في الاساينمنت، في الستار اللي قلنا ده اللي هو المالتيبليكيشن او الضرب وهكذا. طيب دي اوبريتورز. بانكتشويشن الترقيم، احنا قلنا ايه زي الدوت والكوما والسيمي كولون والحاجات دي. في البرنامج اللي فات ده اكزامبلز. لا اهو بص، ما بين كل فاريبل وفاريبل فصل بكوما، لكن اول ما خلصت الستيتمنت حط مين سيمي كولون اللي هي الفاصله وعليها ايه نقطه. اخر كل ستيتمنت في قلب السي بلس بلس ماست بي اندد والسيمي كولون. ان ستيتمنت دي احفظها زي اسمك، ان ستيتمنت ان سي بلس بلس ماست بي اندد وذ سيمي كولون. كل جمله في قلب السي بلس بلس، كل امر في السي بلس بلس لازم تنهي بايه؟ بسيمي كولون. دي عامله زي في اللغه الانجليزيه بعد ما تخلص جمله تحط دوت. خلصت جمله دوت، جمله دوت، سنتنس دوت، سنتنس، هنا بقى تحط ايه؟ سيمي كولون. سيمي كولون لا فاصله وعلى ايه نقطه. طيب ايه المقصود بقى بالسنتنس؟ واخر حاجه هي السيت اوف رولز، هي مجموعه القواعد اوف ذا جرامر that must be followed when writing the program. هي مجموعه القواعد لازم تتبعها لما تيجي تكون. يقول لك مثلا زي ان ستيتمنت ماست بي اندد وذ سيمي كولون، اما تيجي تختار اسم الفاريبل ما يكون مبتدي بكاركتر او اندر سكور، ما يبقاش في سبيشال كاركتر زي اش او هات او الكلام ده كله. كنترولز ذا يوز اوف كي وورد، بتحكم في استخدام الكي وورد. الاوبريتورز مش بحطها بالمزاج. والبروجرامر ديفايند سيمبلز اللي انا كنت بقول لك الفاريبلز والبنكتشويشن. كل اللي بينظم ده وبيتحكم فيه معروف باسم مين؟ السنتكس بتاع مين؟ البروجرامنج لانجوج. ايه الـ variables؟ الـ variables ده اللي هو معناه المتغيرات. المتغير ده عباره عن ايه؟ ده named storage location. named storage location، طب location معروف مكان، storage يعني اخزن فيه احط فيه فيل، named يعني بديله اسم اهو. اقول x هي البايت ده او المكان ده، y هي المكان ده. فالفاريبل هو ايه؟ named stored location. فين؟ in computer memory. وعشان كده كل الفاريبلز على طول بتتحجز فين؟ في الميموري. فاكرين الميموري؟ الرامات اللي هي مجموعه منين؟ من مربعات. فاول ما اقول مثلا انتجر اكس، بعرف فاريبل من نوع اكس نوع متغير، فيقوم حاجز لي حته كده في الميموري فاضيه ويسمي دي اكس. عرفنا ايه هو الفاريبل؟ is a named storage location in computer memory for holding a piece of data، عشان يمسك حته من الداتا. هي فين الداتا؟ مفيش. بعد كده اقول اكس بتساوي 5، اديها فاليو، يقوم حاطط لي 5 فين؟ في المكان ده بتاع اكس. في البرنامج السابق عرفت فاريبل اسمه اور، فاريبل اسمه ريت، فاريبل اسمه ايه؟ بي. تمام؟ طيب. فاريبل ديفينيشن. اما اجي اعرف فاريبل خلاص، الفاريبل ديفينيشن لها اسم تاني اللي هو فاريبل ديكليريشن. فاريبل ديفينيشن جاي من ديفاين يعني بتعرف فاريبل، او فاريبل ديكليريشن جاي من ديكلير يعني بتديكلير كفيرب، بأعلن عنه وبأعلن عن في فاريبل اسم كذا ونوعه كذا. في البروجرام السابق انا قلت عرفت ثلاثة فاريبلز من نفس النوع، قلت دبل اورز كوما ريت كوما بي، ده فاريبل وده فاريبل وده فاريبل، وكلهم هاف ذا سيم داتا تايب ومن نفس النوع اللي هو دبل. دبل يعني ايه؟ بيقبل الكسور 3.2 5.2، وممكن ياخد انتجر عن عدد صحيح 1250. عادي خالص ما فيهوش مشكله. طيب في الحقيقه ميني ديفرنت داتا تايبس اوف الداتا، يعني الفاريبل دي ممكن اعرفها بانواع كتير جدا مختلفه غير مين؟ غير الدبل السابق. ممكن اعرفها انتجر، ممكن لونج، ممكن كاركتر، ممكن فلوت. طب انا بختار الفاريبل والديتا تايب على حسب ايه؟ على حسب الداتا اللي هيمسكها.
يعني عايز احتفظ بكاركتر يبقى اعرف كاركتر فاليو، عايز احتفظ بانتجر يبقى اعرف انتجر فاليوز، فلوت فلوت فاليو، تمام؟